السلام عليكم، حلقة جديدة من برنامج زملكاوي. لا شك ان انا كنت احب ابدأ الحلقة دي بتهنئة فريق الزمالك وجمهور الزمالك بفوزه على الاهلي، لكن للأسف حدث ما تعرفونه وتعرض الزمالك لهزيمة انا اراها انها ثقيلة. صحيح قدرنا نجيب 3 اهداف في الشوط الثاني، لكن بشكل عام مستوانا لم يكن في يعني المطلوب منه. الحقيقه انا اما بسال نفسي هل هزيمه الزمالك امبارح هي نهايه العالم في الكوره؟ لا، ياما فرق تعرضت لهزائم اثقل من كده واسوأ من كده، ومع ذلك قامت والقيامه بتاعتها دي فازوا ببطولات وحاجات كتيره جدا. حتى نادي الزمالك نفسه لما تعرض قبل كده ايام اوتو فيستر لهزيمه ثقيله قصاد النادي الاهلي، رجع الموسم اللي بعده واللي بعده، خد الدوري وخد افضل فريق في العالم في فبراير، خد حاجات كتيره جدا وقدر يعود بسهوله. ليه؟ لان بقى في رغبه شديده عند اللعيبه وعند اداره النادي في انها يعني المشكله والهزيمه الكبيره دي تنهيها من الذاكرة، لأن لا تنهي الهزائم إلا البطولات، والحصول على بطولة دلوقتي بقى هو المطلوب. لعيبة نادي الزمالك المشهد بتاع امبارح يجب ألا يتكرر مرة تانية أبدا، للموسم ده ولا أي موسم تاني. المجموعة اللي موجودة دي مجموعة من اللعيبة المهمة القوية الخبرة اللي ممكن تكون كبوة لكن يقدروا يقفوا معاهم مدير فني محترم. هم المجموعه دي مش حد غيرهم، هم اللي خدوا الدوري السنه اللي فاتت، وهم ما كانوش فايزين على النادي الاهلي في المباراتين، لا المباراه الاولى ولا المباراه الثانيه، لا في الدور الاول ولا في الدور الثاني، ومع ذلك تحصل نادي الزمالك على بطوله الدوري باللعيبه دي بالمدير الفني ده. هنا كان الجزء من رغبه النادي الاهلي امبارح ان هو يعوض خسارته بالدوري. حلو، كويس. دلوقتي الزمالك مطالب انه يعوض خسارته امبارح بالفوز بالدوري. ده اللي انا اقدر اقوله. لكن انا عاوز اقول حاجه مهمه كمان، ان في زي ما قلت لكم في انديه كتيره تعرضت للموقف ده، موقف صعب. ليفربول تعرض ليه، مان يونايتد، برشلونه، حتى النادي الاهلي. النادي اللي كان بيلعب معانا امبارح اللي فاز على الزمالك 5، تعرض لاثقل هزيمه في تاريخ مصر كلها في افريقيا، انه يخسر من صن داونز امام موسيماني ب5 اهداف. ايه اللي حصل؟ لازم نتعلم الحقيقه. اذا كان النادي الاهلي نادي خسر 5، لازم نتعلم هو عمل ايه بعد الخساره دي. قدر ياخد الدوري المصري، بعديها على طول خد بطوله افريقيا مرتين متتاليتين. اذا الكبوه الشديده بتاعه النادي الاهلي دي خليته يقدر يقف على رجله، يقف وقفه قويه، يتحصل على الدوري المصري وقتها وياخد بطولة افريقيا مرتين. ليه؟ عشان الهزيمة ب5-0 قصاد سان داونز عاوز ينهي الفكرة دي، وحقه وقدر وبقى وراح لعب كمان تالت عالم وكاس عالم، وصل تالت العالم. كل ده ليه؟ من الدفعة اللي هي الرغبة في انك انت تمحي هزيمة ثقيلة. ده النادي الاهلي عمله، ونادي الزمالك زي النادي الاهلي قدر يعملها قبل كده بعد هزيمة 6، وخد الدوري مرتين وخد افريقيا. وهنا دلوقتي لعيبة الزمالك عليهم حاجة مهمة قوي، انهم يعيدوا الثقة لانفسهم ولجماهيرهم فيهم. وحاجة مهمة كمان، النهاردة او امبارح موسيماني المدير الفني للنادي الاهلي قال ان احنا فزنا على الزمالك باهداف كتيره، وده ما حصلتش من 19 سنه وعادت الايام الجميله. واضاف وقال انا كمان ساهزمهم المره القادمه باهداف اكتر. دي رساله من حقه يقول، راجل فايز حاسس بزهو الفوز، وبالتالي بيقول تصريحات لجماهيره ما يقولوا اللي هو عايزه. لكن التصريحات دي اللي يهتم بيها مش جمهور نادي الزمالك، المفروض يهتم بيها اللعيبه اللي هو يبدو انه بيسخر منهم. بيقول لكم فزت عليكم النهارده ب5، والمره الجايه هفوز عليكم باكتر من 5. هل لعيبه الزمالك هيبقوا عاوزين كده؟ ده سؤال مهم، خصوصا ان نادي الزمالك
قد يلتقي مع النادي الاهلي في افريقيا لو وقعوا في مجموعه واحده يعني ذهابا وعوده مباراتين، وممكن يتقابلوا مع بعض لو كملوا هما الاثنين في احدى الـ يعني في البطوله مركز قبل نهائي نهائي فتبقى ثالث مره، وفي في الدوري رابع مره، وممكن يبقى في الكاس خامس مره. خمس مباريات ممكن يلتقي فيهم نادي الزمالك مع النادي الاهلي. هنا دايما لازم لعيبه الزمالك لا يتذكروا مش الهزيمه، لا يتذكروا تصريح موسيماني كويس، لان تصريح موسيماني تصريح واضح موجه بيقول لنادي الزمالك او اسف للاعيبه نادي الزمالك وللجهاز الفني نادي الزمالك، المره الجايه ههزمكم تاني. هل هم يتقبلوا ده؟ هل هم يتقبلوا ده كلاعيبه نادي الزمالك؟ ده سؤال محتاجين نشوف اجابته ازاي، فان لاعيبه الزمالك الفتره اللي جايه يفوقوا وتبقى يعني هزيمه مرت حصلت وتعرض لها انديه كتير وقاموا، لازم يقفوا ويقوموا كده ويبقوا صلد زي الحائط، الصلد كده القوي اللي يقدر محدش يقدر يوقعه تاني، ويقدروا ياخدوا الدوري او يحافظوا على بطوله الدوري وكمان افريقيا، لان لازم الهزيمه دي محدش من جمهور نادي الزمالك هيغفرها، قد ينساها لكن لن يغفرها الا بالفوز بالبطولات. الحقيقه انا بحيي جمهور نادي الزمالك لانه من امبارح ما وقعش او اغلبه يعني ما وقعش في اطار انه يهاجم اللعيبه. دي حاجه مهمه جدا انك تحافظ على اللعيبه. ليه؟ لان ده الاسبوع الثالث في الدوري، مش حاجه بعيده قوي، مش الاسبوع اللي قبل الاخير في الدوري وخسارتك الدوري انتهت، لا انت عندك لسه 31 مباراه متبقيه عليك، ومن ثم انت لازم تثبت لنفسك كلاعب نادي الزمالك ولجمهورك ان قد المسؤوليه. انا متاكد مثلا ان النهارده طارق حامد للاسف بره المنتخب، لكن لو انا سالت طارق حامد عن احساسك بخروجك من المنتخب ولا الاصعب ولا الهزيمه قصاد النادي الاهلي، هيبقى الهزيمه قصاد النادي الاهلي والرغبه في ان هو يفوز المباريات اللي جايه كلها عشان يثبت ان اللي حصل حاجه يعني مش هتتكرر. ده المفروض اللي يكون في كل تفكير لعيبه نادي الزمالك، ان ما حدث لا يتكرر، تمام، ما حدث لا يتكرر، وان جمهور الزمالك لازم، انا عارف انه في اللحظه دي في مساحه من التهليل والصوت العالي من المنافس حقه، لكن انت كجمهور تحتمل شويه، هيعدي زي ما حاجات كتير عدت، تمام، لكن في الوقت ده ما تهاجمش اللعيبه، اقف جنب اللعيبه دعمهم. اللعيبه دي لغايه كام اسبوع فات هم اللي واخدين الدوري. يعني المشهد الرائع اللي عملوه امبارح جمهور الزمالك اللي كان موجود في الملعب وهو بيحيي اللعيبه، مشهد اوروبي قوي، مشهد زملكاوي قوي، مشهد بيقول ان انا مقدر الظرف، فاهم اجتهدتوا وقدرتوا من 5-1 الى 5-3، حاولتوا ومصدقكوا، لكن الاهم ان كل بقى جمهور نادي الزمالك يدعم اللعيبه بالشكل ده، لان التدعيم ده اللي انتوا شايفينه على الشاشه ده هو ده اللي ممكن يكون احد اسباب استمرار الزمالك بطل للدوري، فوز الزمالك بافريقيا وبكل البطولات اللي يدخلها السنه دي. التحيه دي بتقول للعيبه احنا واقفين في ظهركم، اما الونش يقول لكم على راسي، هو رد ممتاز من محمود حمدي الونش، لكن الاهم اللي عمله جمهور نادي الزمالك، اللي يتحيى عليه ويتسقف له هو اللي عمله جمهور نادي الزمالك. عشان كده بقول ان التهليل كتير، التهليل كتير، لكن جمهور الزمالك يستطيع ان يتخطى كل الكلام ده ويدعم اللعيبه، ويدعم اللعيبه والجهاز الفني. الحقيقه ان كارتيرون مدير فني الزمالك عمل فتره ممتازه في الدوري الفتره الاخيره بما فيها حتى لغايه مباراه امشي، لغايه مباراه اسف طلائع الجيش، لكن لسبب ما اختل كل الموازين في مباراه النادي الاهلي. بتحصل، محدش ضامن اي شيء، لكن الاهم الا يتكرر هذا الامر. عشان كده انا شخصيا يعني معجب جدا بالكلام اللي قاله كارتيرون النهارده، والاعتراف بالحق فضيله، دي حاجه كويسه
انك تعترف بالحق. قال ايه؟ لن اوجه اللوم الى اي لاعب، لم يكن احد منهم مقصر خلال المباراه، ولكن وجه سوء توفيق كل الدعم لهم من اجل الفتره المقبله. حزين بسبب جماهير الزمالك، كنا في حاله عدم توفيق غير طبيعيه خلال مباراه الاهلي، تمام، لكن يعرب عن اسفه بسبب الخساره. وانا متاكد ان هو كمان يعلن عن تحمله مسؤوليه الخساره، لانه كارتيرون هو احد اسباب الخساره. لكن هل ده يعني ان احنا نقيل مثلا كارتيرون، نمشي كارتيرون؟ مستحيل. ليه؟ لانها مباراه في وسط لسه عشرات المباريات القادمه، وفرصة الزمالك في الحصول على الدوري ما زالت موجودة. سيبكم من الهزار اللي ممكن تسمعوه ان الزمالك هو بعد الهزيمة بقى خامس الدوري ومش عارف ايه، دي كلها يعني في مباراة واحدة الزمالك يعني الامور تتغير. الاهلي ممكن يخسر الماتش اللي جاي، بيراميدز يخسر اللي جاي، الزمالك يفوز فالزمالك يرجع تاني على القمة. يعني موضوع مباراة مش حاجة مؤثرة ومرعبة ومخيفة. عشان كده دعموا النادي، دعموا اللعيبة، اقفوا معاهم. على فكره الكلام ده مش تطيب خاطر خالص، الكلام ده واقع، لان كل ما انت هتدعم ناديك وتقف جنبه، وانا عارف ان جمهور الزمالك هيدعم ناديه ويقف جنبه، كل ما الفتره دي المهزوزه دي هتنتهي بسرعه. وكويس على فكره ان بعد الخساره دي كان في توقف دولي، كان في توقف دولي ومساحه من الوقت تقول ان نقدر نعيد يعني الثقة لأنفسنا، اللعيبة تستجمع قواها وتركز في اللي جاش. معانا دلوقتي الكابتن الكبير قوي، كابتن نادي الزمالك والمنتخب المصري المونديالي، الكابتن هشام يكن. مساء الخير يا كابتن هشام. مساء الخير عليك يا شادي، ازيك يا حبيبي؟ أخبار حضرتك إيه؟ كله زي الفل الحمد لله. حبيب قلبي، شايف الخسارة بتاعت امبارح قصاد النادي الأهلي، الخروج منها هيبقى إزاي؟ والله بص، يعني الحالات اللي زي كده طبعا دور مهم جدا الجهاز الفني بان هو ابعد الولاد اليومين دول عن اخده في معسكر كده، جزء منه يبقى معسكر شبه زي ما تقول ايه، جزء ترفيهي نفسي، معامله نفسيه، نوع من انواع اللم اللعيبه عشان ما يحصلش فجوات كبيرة جدا ما بينهم وبين بعضيهم. تمام. وان الدور يبقى على المدرب ان هو يجمع الناس دي ويستثمر الغضب ده ويحاول يرجعه الى حاجة فعلية، حاجة فيها نوع من النشاط من جديد. لازم تعمل كده، ما انت النهاردة الخسارة بتولد مواقف وزعل، وتلاقي ده مش قابل كلمة من ده وده مش قابل كلمة من ده، فاهم؟ فده ممكن يأثر على الفريق. وطبعا انت عارف الأخطاء كانت موجودة يمكن في المباراة، أخطاء كتيرة جدا كانت موجودة لازم تعالجها بشكل كبير. فدورك النهاردة انك انت بتديهم يومين أجازة وبعد كده تبتدي تلم اللعيبة، وانا شايف انك انت تعمل لهم معسكر في إحدى الأماكن يعني الساحلية، بتاخدهم وتطلعهم من الهزيمة، لأن طبعا الخسارة كانت نتيجة مش لطيفة، لكن عملوا اللي عليهم وأدوا دورهم في أثناء المباراة وقدروا يرجعوا بالفرقة الشوط الثاني بشكل جيد جدا جدا. فعشان كده أنا بقول ده أحسن حاجة، يعني عشان أقدر أعالج بقى إيه الحاجات كتير، الاخطاء اللي موجوده في الدفاع، الاخطاء اللي موجوده في الهجوم، انشط الناس تاني من جديد. وخصوصا انت عارف برضو في حاجه مهمه جدا، انت النهارده في معظم اللعيبه المطلوبين في المنتخب. تمام. يعني اوريدي هيبقى عندهم تجمع منتخب اليومين الجايين، هم مش هيبقوا موجودين، لكن انت لازم ترفع حاله الطوارئ عندك بشكل اكبر، لان انت ما عندكش، لازم تدي فرصه للعيبه اللي هي مش بتاخد فرصتها، ولازم تبتدي تضم ثلاث اربع لاعبين نجوم صغار تقدر تدخلهم المرحله اللي جايه ان هم يخشوا، عشان تقدر يبقى عندك نجوم جديده تظهر من قطاع الناشئين
وعندك لعيبه كتير، يعني لازم تجرب التجربه دي ولازم تاخدها اليومين دول، لان طبعا في مباراه وديه تقصد يعني. بالظبط. فده افتكر ان الحاجه المطلوبه اليومين دول علشان خاطر اطلع السلبيات، الحاجات اللي هي بقى يعني حكايه الخساره، والناس تبتدي تقول ان ده مش اخر مطاف. 5-3 مباراه جميله، يعني انا بقول ايه، صحيح 5-3 دي مباراه جميله، مش هنقول تاثير او حاجه، لكن هي كان جيم مفتوح، يعني اللي هنقوله ان هو جيم مفتوح. الزمالك لعب الشوط الثاني وقدر يحسن من خطوطه، وخصوصا لما نزل مصطفى فتحي قدر يحقق يعني توازن مره اخرى. وبعد كده طبعا الاخطاء اللي قام عليها النادي الاهلي في الشوط الثاني قدر نادي الزمالك يستعيبها بشكل كبير جدا، وقدر يحرز 3 اهداف. فطبعا لو كان في وقت اكتر، مثلا لو كنا مثلا الاهداف دي في 10 دقائق، افتكر كان نادي الزمالك كان ممكن يرجع للمباراه بشكل جيد جدا، يعني كان ممكن صحيح. الهدف الكره يبقى سهل جدا، وكنت هتلاقي ضغوط غير طبيعيه لو كنت جبت الهدف الرابع. لكن طبعا وكان في توتر يحصل عند النادي الاهلي على طول. بالظبط. فانت يعني قدر الله ما شاء فعل، خلاص اللي حصل حصل. اتفضل يا فندم. اتفضل يا كابتن. لكن ايه دلوقتي لازم نتعاون بقى كلنا نؤازر الفريق. احنا كلنا يعني كنجوم نادي الزمالك، انا شخصيا بؤازر الفرقه بشكل كبير جدا. مفيش مشكله ان احنا عندنا مثلا في اخطاء، انا ممكن يعني برضو لما الواحد خبرته السنين الطويله والشغل والحته الدفاعيه، انا بقول انا يجب على المدافعين بتوعنا ان احنا نبتدي نهتم بيهم في التدريبات الفرديه، علشان ابتدي يعني يبقى عندي عناصر متكامله، ما يحصلش هزه تاني. انت عارف التدريبات الفرديه دي عباره عن اساس مهم جدا للاعب المدافع بالذات، لان تدريبات اللعيب المدافع لازم تبقى فيه حاجات معينه فرديه يعني تشتغل عليها، فده بيرفع من مستوى اللعب وبيخليه بدل ما هو جاهز 80% يبقى جاهز 90%. يعني ده اللي انا يعني بتكلم عليه، لانه ممكن ان احنا نبقى محتاجين الحته دي شويه، على اساس ان ايه، ان ما يحصلش اخطاء تانية ويحصل مشاكل كتير، لان يهمنا جدا دفاعنا قوي وفي اسامي كبيره واسامي يعني بصراحه، يعني محمود علاء والونش وعبد الغني والمجموعه اللي موجوده، الشاب حسام عبد المجيد كمان. لا وخلي بالك انت على فكره، يعني مش مباراه واحده هتوقع ديفنس نادي الزمالك. صح، ده حقيقي. والدليل ان محمود حمدي الونش ومحمود علاء راحوا المنتخب. راحوا المنتخب، بس برضو عايز اقول ايه، يبقى رايح وانا ابقى 100% عندي ثابت المستوى، شكلي كويس، ماشي مع فرقتي، الحاجات دي كلها. فيجب ان احنا طبعا ناخد بالنا من الحاجات دي. احنا كلنا اخطأنا، مفيش مدافع في العالم ما اخطأش. صحيح، كلنا اخطأنا وبنتعلم من اخطأنا، وولادنا زي الفل ومفيش اي مشاكل خالص، نجوم كبيرة. واذا كان النهاردة خسرنا فاحنا خسرنا بشرف، خسرنا بمباراة مفتوحة، مباراة كان فيها عناصر مفاجأة. يمكن كمان الحاجة اللي كمان بكلم عليها، الملعب، أرضية الملعب كانت يعني من الأرضيات الجميلة اللي الواحد يتمنى أن يلعب عليها، لكن لعبتنا مش متعودة على الملعب إن الكرة بتجري فيها بسرعة. يعني أنت لو تلاحظ الكرة يعني بتبقى فيها نوع من أنواع السرعة في الأداء، يعني لما بتحطها باسنج بتلاقيها مثلا بقوة معينة تلاقيها تجري أسرع من الطبيعي، لكن قبل كده كان زمان لما تيجي تبص تلاقي الكرة الأرض بتعطل الكورة. لكن الأخطاء برضو الحتة بتاعت الأرض ساعدت الكورة مثلا الأولانية إنها تخبط في الأرض وتدخل بسرعة. تمام. يعني الطبيعي إنها تطب مرتين ثلاثة، لكن خبطت في جنش وفي أبو جبل ودخلت جون. اسمع، سوء توفيق رهيب الكرة دي. هي صحيح بعد كده عملت اثر تاني، لكن اصلا متشاطه كان هيصدها ابو جبل،
من الاول، لكن لما خبطت وعملت تاتش رجل لعيب من لعيبه الزمالك راحت العارضه وردت في ظهره ومش شايف، راحت العارضه وردت فيعني الجول، وبعد كده جه خطا اللي هو ضربه الجزاء بعدها بثلاث اربع دقائق، انت فاهم؟ فده دربك اللعيبه يعني، ما افتكرش ان هم كانوا ممكن يجي حظ بالشكل ده. انا وجهه نظري ان الاهداف الفاصله الهدف الاول والهدف الرابع دول الاهداف اللي عملت التاثير في المباراه. اكيد طبعا، لان لو كان الثلاثة واحد وبعد هدف مصطفى ده وكنا قدرنا قفلنا نتماسك اكتر افتكر. لكن انا بقول ايه، مش عايزين نرجع، انا يعني انا ما بحبش، خلاص اللي حصل حصل. نادي الزمالك نادي كبير جدا، لعيبته كبيره جدا، جمهوره كبير جدا، كلنا هنقف وراه طبعا، كلنا هندعم الجهاز الفني، كلنا هندعم لاعبتنا، كلنا بنقول لهم معلش اخطاء اتعلم منها، انت لازم تخطأ عشان تتعلم. اوعى تفتكر انك هتبقى لعيب كبير الا لما تغلط، هتتعلم ازاي يعني؟ فاهم؟ فعشان تتعلم وتبقى لعيب كبير لازم تخطأ، مش مشكلة. الماتش لسه بدري، ده انت بتتكلم في ثالث ماتش في الدوري لسه طويل. صحيح، لسه طويل، وعندك مرحلة هتبقى الفترة اللي جاية، انت بقى لازم تستعيب الموضوع ده مظبوط، وتبتدي تشتغل عليه زي ما انت اشتغلت السنة اللي فاتت واخدت الدوري، وانت في وضع برضه كنت مركز تاني وكان عندك مشاكل، وعندك مشاكل مادية، وعندك كل حاجة، وعندك مشاكل إدارية. صحيح، ومع ذلك تحملت وقدرت تدوس على نفسك. انت زملكاوي تقدر تطلع من المشاكل دي لو انت النهاردة حطيت في دماغك، خلي عندك إيمان في نفسك وفرقتك انك انت الأحسن. انا بقول لك، انا لما كنت بلعب ودخلت في اول حياتي اول ماتش لعبته او تاني، يعتبر تاني ماتش لعبته، كان ماتش اهلي وزمالك، وكان عندي اصرار على الفوز، ونزلت اصريت ان الماتش ان انا افوز بالمباراه، فكان عندي اصرار كبير جدا ان انا اخد الماتش النادي الاهلي في اول ماتش مباراه معايا، او يبقى ليا ابقى انا اللي ركبت المباراه. تمام، وقدرت انزل المباراه وحققنا الانتصار وفزنا بهدف بتاع ايمن يونس، كان اول مباراه لي. اتمنى اللعيبه طبعا لعيبه نادي الزمالك يسمعوا الكلام دوت ويعود تماما ويركزوا فيه وينفذوه، لانه مهم جدا انك تاخد خبراتك من كلاعب نادي الزمالك من كابتن كبير زي الكابتن هشام يكن يعني. لا يعني اكيد اكيد طبعا التعامل، طبعا محمود علاء والونش وعبد الغني دول يعني لعيبه اولادنا، حابين ان هم يبقوا ان شاء الله باذن الله احسن مننا، وبدل احسن مننا عايزينهم يحققوا لنا الانتصار، لان الجماهير الزملكاويه منتظره انك انت تاخد الدوري للمره الثانيه، وده هيبقى صحيح فعلا يعني هتبقى لعيب عالي، هتبقى هتوصل لمستوى اعلى من كده بكتير. يعني انا بقول لك الولاد محتاجين اللمه دلوقتي، محتاجين انك انت زي ما بقول لك كده تلم اللعيبه وتاخدهم كده وتقطع. يعني انت شايف يا كابتن هشام ان كارتيرون يقطع الاجازه؟ انا برايي كده. نعم. ايه؟ لان هسيب اللعيبه بتاعتي من غير، انا بص انا لما كنت ما اجي اخسر مباراه عايز تاني يوم المباراه العب مباراه تانيه عشان انسى المباراه اللي فاتت. صحيح، معاك حق في دي. عايز المباراه اللي بعديها تيجي بسرعه، حابب ان مثلا لو لعبت قدام فرقه من الفرق والفرق دي مثلا عم معايا نتيجه ايجابيه، عايز ابقى تاني يوم اعيد الماتش والعب تاني واكسبهم. عندي غيره، عندي اصرار بالفوز. صحيح. عندي اصرار ان انا ارجع لمستوايا. ليه؟ طول ما انت بتحافظ على مستواك، طول ما انت هتأدي، طول ما انت هتبقى نمره واحد، طول ما انت هتلاقي الجماهير في ظهرك. قاتل من اجل جماهير نادي الزمالك اللي فعلا مش عايز اقول لك جمهور غير طبيعي. يا جماعه الناس خسرنا وحصل مشاكل كثيره جدا، والناس تحملت حبها لنادي الزمالك عشان خاطر بيشجعونا. تحملت بسبب حبها لنادي الزمالك، يعني جمهور الزمالك تحمل ما يحدث حبا في نادي الزمالك.
بالظبط، عشان كده يجب علينا احنا كلاعبين نكون نرضي هؤلاء البشر اللي هم فعلا بيحبوا الكره من قلبهم، بيحبوا متعه الزمالك من قلبهم، بيحبوا يعشقوا فنادق الزمالك. لازم نديهم المتعه، المتعه صحيح. انك انت تاخد من نفسك. معلش يعني انا برضو يعني لما باجي بتكلم ساعات بدي مثل عن نفسي، لان انا بنيت نفسي بنفسي. صحيح. كنت بقاتل، ما بيفرقش معايا الفانيلا تطلع خضراء ولا حمراء ولا زرقاء ولا بتاع في الملعب من الطينه او كلام من ده. فكنت بقاتل على ان انا اطلع من الملعب احمي جوني، احمي فرقتي. كنت اقوم بدور التغطيه، ما بقومش اهاجم، بدل ما انا كنت ممكن اطلع اهاجم واجيب اجوان. صحيح. لكن كان هدفي دايما ان انا ادافع، دوري الاساسي ان انا ادافع عن ناديه بكل ما املك من قوه، بجديه، بالتزام، يعني مش عايز اقول لك الواحد كان ان شاء الله ده يحصل يا كابتن هشام، ولاعيبه الزمالك تعمل كده فعلا. لكن في سؤالنا الاخير لحضرتك، ايه رايك في اختيارات كيروش النهارده في المعسكر القادم للمنتخب المصري قصاد انجولا والجابون، واختياراته للاعيبه؟ بص طبعا اللي انا عرفته ان هو طبعا استبعد طارق حامد وزيزو، وضم طبعا مجموعه تانيين اللي هو مصطفى محمد، مصطفى فتحي، وامام عاشور، وجبل، ومحمود علاء، واحمد فتوح، ومحمود حمدي الونش. حلو قوي. الاستبعاد طارق ممكن ما يبقاش استبعاد فني، هو ممكن يبقى استبعاد اريحيه، يعني طارق ممكن يخش بمرحله الاجهاد في الغالب. في الغالب ده طارق عمل مجهود رائع، وكان جوه الملعب بيحاول بقدر الامكان يقاتل بشكل كبير جدا. فافتكر ان مجهوده كان هو وزيزو، افتكر ان هم يعني ممكن يكون ده استبعاد، او مش عايزينه الاستبعاد، يعني ان هم المباراتين دول ممكن يكون يستريحوا ان شاء الله ان شاء يعني الله. لكن ما افتكرش هو استبعاد لمجرد مستوى فني، لان هم الاثنين يعني محدش لاقيهم في المنتخب مستواهم بالشكل ده. صحيح. يعني تفهم. لكن طبعا ده بالنسبه للاثنين. طبعا انضمام المجموعه الثانيه كلهم ما شاء الله عليهم، بس برضو بطالب منهم ان هم يجدوا ويجتهدوا اكثر في التدريب، وكاسرون لازم يشتغل على التمرينات الفرديه، لازم يشتغل على الاخطاء الدفاعيه، ما فيهاش عيب. احنا كلنا كنا بنتدرب وكنا بنقعد لغايه ما عندنا، كان عندي 33 سنه بطل اتدرب واصلح من اخطائي. ان شاء الله يا كابتن هشام وكل الامور دي تتحسن، والفتره الجايه والدعم اللي حضرتك بتعمله دوت، يعني اتمنى ان يكون كل نجوم الزمالك بهذا الشكل، وهم اكيد كده بالفعل. واعتقد ان الدعم كمان اول ما اللعيبه ترجع التدريب، اتصور ان حضرتك وكل النجوم الكبار في نادي الزمالك اكيد هيلتقوا باللعيبه ويتكلموا معاهم، وممكن بيكونوا بيتواصلوا معاهم دلوقتي. شكرا يا كابتن هشام على مداخلتك العزيزه على قلوبنا. يعني دلوقتي شيكابالا، قضية شيكابالا لا احد يعلم متى تنتهي. لا احنا عرفنا خلاص. انت بتقول بجد؟ طبعا احنا عرفنا دلوقتي متى سوف تنتهي عقوبة شيكابالا. قال لنا الاستاذ او الكابتن عمرو ابو العز المدير الاداري نادي الزمالك من الاسبوع اللي فات في مداخلة معايا، قال ان احنا بعتنا استفسار، كان يوم الثلاث، استفسار للاتحاد الكورة واستفسار لرابطة الاندية على مشاركة شيكابالا، وقال منتظرين الرد يوم الاربعاء. الحقيقة ان الرد ما جاش يوم الاربعاء، لكن جه خلاص وصل النهاردة. قال بقى إيه؟ إن رابطة الأندية هي التي أجابت على نادي الزمالك وليس اتحاد الكورة. أشار الكابتن أبو العز في تصريحاته لبرنامج زملكاوي أن اتحاد الكورة لم يرد عن استفسار الزمالك، فيما تلقى النادي بشكل رسمي ردا من رابطة الأندية يؤكد سقوط عقوبة اللاعب رسميا وإمكانية إشراكه في المباريات
بعد مرور 40 يوم من حكم مركز التسوية بإلغاء العقوبة إذا لم يقم الاتحاد نقدا، يعني يقدم مش نقدا يقدم طعنا يعني على قرار المركز. وانتوا عارفين ان مركز حكم مركز التسوية ببطلان عقوبة اتحاد الكرة بإيقاف شيكابالا 8 مباريات يوم 20 اكتوبر الماضي، يعني الحكم سيسقط إذا لم يقدم اتحاد الكرة طعنا يوم 30 نوفمبر، يعني يوم 1 ديسمبر إن شاء الله تعالى يحق لشيكابالا أن يتواجد في الايه المباريات بتاعت نادي الزمالك. السؤال هنا، هل اتحاد الكرة هيقدم طعن ضد قرار مركز التسوية؟ معرفش، الطبيعي انه ما يقدمش لان هو راجل ما بيعترفش من اساسه بمركز التسوية لكن كاتحاد كورة. لكن رابطة الاندية قالت بشكل رسمي لنادي الزمالك اذا لم يتم طعن من اتحاد الكرة خلال 40 يوم المسموح ليها التي تنتهي يوم 30/11 يوم 1/12 اصبحت العقوبة ساقطة عن شيكابالا، وبالتالي يحق لشيكابالا التواجد ان شاء الله في الايه في الماتشات ويكون جاهز ان شاء الله خلال الفترة الجاية دي. ودور شيكابالا دور مهم جدا، ودور عبد الشافي دور مهم جدا، دور مصطفى فتحي، دور ابو جبل، المجموعة دي كلها كباتن الزمالك دورها كبير الفترة اللي جاية، وحازم امام طبعا. الاسماء دي مهم قوي ان هي اللي تفوق اللعيبة وتساعد على ان تلمهم تاني. الزمالك اتعرض لأزمة الموسم اللي فات من تعطيل عمل مجلس إدارة لخسارة دوري أبطال إفريقيا لخسارة كاس ثم مجيء لجنة ثم رحيل لجنة ثم مجيء لجنة ثم احتمال عودة مجلس، 100,000 حاجة. الزمالك بيعاني في الحاجات اللي زي دي لكن دايما بيقف وقفة كده قوية وما يتهزش، لأنه نادي الزمالك أولا نادي كبير، ثانيا عنده جماهير داعمة محبة دايما في ظهره، ولاعيبة هتقدر ان شاء الله ترجع وتبقى احسن من الاول. الكابتن حسين السيد قال لنا هنا في برنامج او يعني في تواصله مع اصدقائنا الاستاذ محمد كارم والبنهاوي رؤساء تحرير البرنامج، قال لنا انه ان ادارة نادي الزمالك تمام لا تفكر في وجود مدرب مساعد للجهاز الفني لباتريس كارتيرون، وان ما قيل في الساعات الأخيرة عن التفكير في هذا الأمر شائعات، وأنه لم يتم طرح الموضوع من الأساس في الساعات الماضية. يجوز بالنسبة للكابتن حسين السيد هذا أمر يعني حقيقي، لكن الحقيقة أنه الحقيقة أنا آسف يعني كابتن حسين أنه نادي الزمالك محتاج على الأقل مدير كورة، لأن الربع ساعة اللي كانت بين الشوطين كانت محتاجة حد يعمل إفاقة للعيب تمام، إفاقة للعيبة عشان يبقى الأداء أفضل من كده. يعني حتى لو كنا جبنا زي ما جبنا ثلاثة كنا ممكن يجيب أكتر، لو كان في بس الربع ساعة دي حد قدر يعمل التوجيه والإفاقة دي باللغة العربية. معانا الكابتن أحمد صالح كابتن نادي الزمالك والسابق، أهلا بيك كابتن أحمد. أهلا أستاذ شادي وأتواجد معاك النهاردة وموفق كده دايما يا رب. الله يخليك، ده من ذوقك كابتن أحمد. كابتن أحمد، الدعم دلوقتي للعيبة نادي الزمالك بعد الهزيمة من النادي الأهلي بهذا الشكل يكون إزاي؟ لا، نادي الزمالك نادي كبير ولعيبة نادي الزمالك لعيبة كبيرة جدا جدا. لازم مع كارتيرون في الأوقات الصعبة دي يكون معاه مصريين. أنا مع احترامي الكامل يعني الناس اللي كانت قاعدة على الدكة هو بياخد رأيها في الحاجات الفنية داخل ملعب التغييرات أو تمام. يعني صعبة جدا إن نادي الزمالك ما يكونش حد من أولاده موجودين. أنت شايف لازم يبقى فيه لا مدير كورة لا مدرب عام؟ لا، ولا الاتنين مع بعض؟ مدرب عام ومدير كورة يعني تمام. يعني وفي كمان مدرب مساعد كمان، يعني لازم ده نادي الزمالك. يعني أنت مش جهاز اي فرقه صغيره، لا ده انت جهاز نادي الزمالك. معظم الانديه بيبقى فيها مدربين موجوده من النادي، لان المدربين بتاعه النادي هي اللي تخاف على النادي. لكن انت في الوقت اللي هو صعب ده اللي هيلم مين؟ الكابتن مش هيقدر يلم لوحده الحاجات الصغيره او الحاجات اللي صحيح موجوده بين اللعيبه وبين بعضها. هو مش انا مؤيدك تماما في هذا الكلام يا كابتن احمد بصراحه. يعني مثلا كان دور اسامه نبيه كان دور كبير جدا جدا،
لكن اختلفوا على حاجات بسيطه ايا يعني كان بقى الحاجات مش هنتكلم فيها، لكن لازم حد من اولاد النادي موجودين في الاوقات الصعبه دي بتبقى موجود عشان تلم الفرقه بسرعه وترجع النادي بسرعه، لان انت عندك لعيبه مميزه جدا جدا، وهو كارترون كويس جدا ومدرب كويس، يعني صحيح. انت عندك مدرب كويس وعندك فرقه كويسه، فخليك واخدين دوري وماشيين بشكل كويس، لكن ما كانش في توفيق في المباراه، بعض اللعيبه مش شايفه خالص، هو كمان استنى قوي على التغييرات كمان، فلازم حد ينبهه، يعني مش لازم تيجي الدقيقه 70 عشان اغير، ما مش قران هي، يعني انت صحيح. واحد غلط في ضربه جزاء والثانيه والباصات غلط فسايبه، مش هنقطع في لعيبه، يعني احنا انا عايز بس حد يكون فيه موجود مصري في الجهاز يقدر يلم الناس، يقدر يشتغل شغل المدرب العام مظبوط، يقدر يشتغل شغل مدير الكره مظبوط، يقدر يوفر للراجل اصلا الاجواء الفنيه بتاعته اللي هو ما تحتاج لي في حاجه او في استشاره اقولها لك لان انا رجل فني، لكن ما ينفعش تستشير حد مش تخصصه هيقول لك كلام مع احترام الكامل لايا كان اللي موجود، انا مش بتكلم على حد بشخصه يعني، لكن في حاجه اسمها بسال واحد فني فهيفيدني في الحاجات الفنيه، لكن ما اسالش حد مش فني فاكيد مش هيفيدني، مظبوط. وده اللي احنا شفناه في مباراه القمه، يعني انت لما بتلعب النادي الاهلي تلعب فرقتين اكبر فرقتين في مصر، فلازم اكون انا اكسب المباراه دي 3 بونت مهمين جدا جدا، حتى لو احنا في بدايه الدوري، لكن الناس بتموت، زملكاوي بتموت بالذات في الماتش ده، فما صحيح. ينفعش اخسر المباراه وبالشكل ده، احنا لعبنا الشوط الثاني يعني واشتغلنا بشكل كويس، لكن موسيماني اللي ساعدنا، يعني ده موسيماني لو قصد ان احنا نتعادل مش هيعمل كده، التغييرات اللي عملها كويس. فنتمنى بس الامور تتحط في نصابها الصحيح، مش معنى ان انا كسبت ماتش او ماتشين يبقى الكابتن هو اللي صاحب كل حاجه، بس هو كارتيروكي خد دوري جدا بس يا كابتن احمد مع شديد احترامي، خد دوري صحيح، كان معاك خد كابتن دوري اسامه، مين؟ كابتن خد اسامه دوري نبيل طبعا مين؟ كان له مع دور فاهم يعني، لكن وكان معاه الفكره انه احمد عبد المقصود معايا، اه يعني طبعا. الاثنين يعني كانوا شغالين، يعني هل ممكن جهاز نشوف احمد عبد المقصود مره تانية؟ مين؟ هل ممكن نشوف احمد عبد المقصود مره تانية يرجع لا لنادي انا الزمالك؟ مش بتكلم عن احمد مقصود، اولاد النادي كتير واولاد النادي كتير جدا جدا، وفي ناس مدربين كبار جدا جدا ما بترشحوش اساسا، وفي ناس ايا كان النادي يختار اللي هو عايزه، مش دي القضيه، مين اللي هيبقى موجود؟ اللي هيبقى موجود حد يكون مدرب شاطر انا على اعتبار ان احمد عبد فاهم المقصود القصه؟ اشتغل معاه الفتره بتاعت الدوري يعني. طبعا لا احمد اشتغل وناس كتير اشتغلت، هي مش مقصوره على احمد بس، يعني احمد حبيبي وراجل جدا ومدرب كويس جدا وشاطر طبعا. جدا. طب كابتن احمد اتفضل. دلوقتي الفتره اللي بتاعت التوقف دي كيف يتعامل معها الزمالك للوصول لافضل نتيجه ممكنه بعد الخساره امام النادي الاهلي؟ لا هي التعامل حاجات نفسيه طبعا، وهو كويس جدا في النواحي النفسيه، وهيشتغل بكل جديه تاني في الفتره، وهو كمان بيعرف يجهز اللعيبه بشكل كويس في التوقفات، يمكن ده كمان اللي خلانا خدنا دوري في اخر ال 21 يوم اللي عملناه في الدوري السنه اللي فاتت، صحيح. وجهزهم بشكل كويس، اللي بره خالص كان جاهز بشكل كبير، اللي كان قاعد احتياطي جاهز، اللي بيلعب جاهز، فكان في الحته دي انا مش قلقان ان هو يجهز فرقتك وهترجع تكسب تاني ان شاء الله، انت عندك فرقه كبيره يعني ما فيش طبعا. واحنا هنقابل النادي اكتر مباراه الاسماعيلي وعندك قوه بعد الف... الف... في اول ط... بعد التوقف مباشره، هنلتقي بنادي الاسماعيلي وان شاء الله يعني تبقى مباراه جيده والنادي الزمالك يستطيع ان يفوز فيها بعون الله وباذن. لا انت ايا كان المنافس اللي هتلعبه، يعني نادي الاسماعيلي نادي كبير لكن بيمر بظروف صعبه جدا جدا، ما شفتش الاسماعيلي بقالي فتره كبيره جدا صحيح. بالمشاكل اللي عند نادي الاسماعيلي كده، ان كان في الفنيه او اداريه، لكن انا بتكلم عن نادي الزمالك، نادي الزمالك فرقته تقيله جدا جدا، عندك في كل الاماكن لعيبه كبيره جدا جدا، وانا واثق في لعيبه نادي الزمالك وجهاز نادي الزمالك وواثق في كابترون، لكن لازم الحاجات اللي ناقصه عندنا نكملها، احنا لسه في بدايه الدوري تمام. علشان الامور ما تزيدش والمشاكل ما تزيدش، لان في وقت ما بتخسر حاجه بتلاقي بعض اللعيبه بتتكلم، هتلاقي حد تاني شد معاه، هتلاقي في سلبيات كتير بتبقى موجوده، المدرب المصري الوحيد اللي هيلمها. صحيح. شكرا كابتن احمد، ودايما تكون موجود معانا كده وفي اوقات افضل من كده ان شاء الله دايما. دلوقتي قبل ما نطلع الفصل اللي جاي هنقول لكم انه اوناجم والمسلوسي راحوا الى المغرب. ليه بقى؟ الاتنين مش موجودين مع المنتخب لكن رايحين اجازه بقى 6 ايام يعني، المغرب وتونس 6 ايام يعني، فلي مع ان انا شايف ال 6 ايام دول كتير قوي
بعد اللي حصل ما كانش يجب ان يحدث 6 ايام دي ويتحجز والناس تروح وبتاع، كان لازم ان يبقى فيه يعني عوده اسرع من كده، زي ما قال الكابتن سواء الكابتن احمد صالح او الكابتن هشام يكن، انه محتاجين ان اللعيبه ترجع وتضم تاني على بعضها يعني. اخر حاجه عندنا طبعا كارلوس كيروش اعلن قائمه المنتخب القومي اللي هيقابل في الجولتين الاخيرتين انجولا والجابون، وهم الاسماء التاليه: محمد الشناوي من الاهلي، محمد ابو جبل الزمالك، محمد صبحي فاركو، محمود جاد انبي، اكرم توفيق الاهلي، احمد فتحي بيراميدز، احمد حجازي الاتحاد السعودي، احمد ياسين ودي مفاجاه البنك الاهلي، ايمن اشرف الاهلي، محمود علاء الزمالك، احمد فتوح الزمالك، محمد حمدي بيراميدز، محمود حمدي الونش الزمالك، محمد النني ارسنال، حمدي فتحي الاهلي، عمرو السوليه الاهلي، امام عاشور الزمالك، عبد الله السعيد بيراميدز، مصطفى فتحي الزمالك، عمر مرموش شتوتغارت الالماني، محمد شريف الاهلي، احمد ياسر ريان التاي التركي، مصطفى محمد جالاتا سراي، مروان حمدي ودي مفاجاه اخرى سموحه، وطبعا محمد صلاح لاعبنا الكبير لاعب ليفربول الانجليزي، واخيرا محمد مجدي لاعب النادي الاهلي. هي دي القايمه اللي خلاص هتخوض مباراتين المنتخب المصري قصاد انجولا والجابون، ونتمنى طبعا التوفيق لكل اللاعبين المنضمين للمنتخب المصري، لانه في الاخر ده اسم مصر، وان شاء الله تعالى المنتخب يفوز المباراتين دول، ونستعد جميعا لكاس العرب او بطوله العرب، وبعدين بطوله افريقيا، وبعدين الماتش الفاصل ان شاء الله اللي هيبقى في مارس مع مين ما نعرفش، لكن ان شاء الله نفوز ونصعد كاس العالم ان شاء الله. هنخرج لفاصل دلوقتي، وبعد الفاصل هنقابل ونلتقي مع 2 من نجوم 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 الزمالك، الكابتن نصر ابراهيم والكابتن مصطفى نجم. أعلن البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر الأول قائمة اللاعبين التي ستخوض مباراتي الفراعنة أمام كل من منتخبي أنغولا والجابون بمنافسات آخر جولتين من عمر المرحلة قبل الأخيرة لتصفيات القارة الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022. وفي مفاجأة من العيار الثقيل، استبعد كيروش ثنائي الزمالك المتألق طارق حامد وأحمد سيد زيزو على الرغم من المستوى الفني الكبير لثنائي ميت عقبة في الوقت الذي قام خلاله بضم 6 نجوم من الفريق، هم الحارس محمد أبو جبل وثلاثي خط الدفاع محمود علاء ومحمود حمد الونش وأحمد فتوح، بالإضافة إلى لاعب الوسط إمام عاشور والجناح مصطفى فتحي. وعلى مستوى النجوم الأجانب المحترفين في صفوف الزمالك، استدعى المنتخب التونسي بقيادة مديره الفني موندر لكبير المهاجم سيف الدين الجزيري لمواجهتي غينيا الاستوائية وزامبيا، بينما قام البوسني خليل زيتش المدير الفني للمنتخب المغربي بالإعلان عن ضم النجم أشرف بن شرقي استعدادا لخوض أسود الأطلس مباراتي السودان وغينيا. نجوم القلعة البيضاء في مهمة وطنية مع منتخبات بلادهم في جولتي تحديد المصير بالتصفيات الإفريقية المؤهلة للمونديال. يعتبر نصر إبراهيم واحدا من أفراد الجيل الذهبي للزمالك في فترة السبعينات والثمانينات الذين صالوا وجالوا بالقميص الأبيض وأمطروا شباك المنافسين بالأهداف الملعوبة لينال لقب غول الزمالك. نصر إبراهيم من مواليد منشية ناصر في 29 من أغسطس لعام 1959، وبدأ مسيرته مع الفريق الأول للزمالك في موسم 1977-1978، وتم تصعيده من صفوف فريق الشباب بالنادي وهو دون 19 عاما من عمره، بعدما نال إعجاب المدرب زكي عثمان بتألقه في لقاء القمة بدور الشباب. وأحرز نصر إبراهيم 28 هدفا بقميص الزمالك أبرز
ابرازهم على المستوى الافريقي بثنائيه في شباك ناكانا الزامبي عام 1984، كذلك ثنائيه اخرى في مرمى الهلال السوداني في عام 1985، وهدف شهير في شباك شبيبه القبائل الجزائري بنصف نهائي الانديه الابطال عام 1984. طارق بيلعب كره عاليه، بيحط الجول الاولاني ناصر ابراهيم، كره اوفر، يخش ناصر ابراهيم بدماغه ويحط الجول الاولاني. وساهمت أهداف القناص نصر إبراهيم في اعتلاء الزمالك منصات التتويج وحصد البطولات والألقاب في عدة مناسبات كروية كبرى على مدار مسيرته بصفوف النادي الأبيض. ولم يخلو خط هجوم الزمالك من القناصين وأصحاب المهارات التهديفية بعد اعتزال نصر إبراهيم وغيره من هداف الفريق، فتوهج المهاجم الفلسطيني مصطفى نجم في قيادة الهجوم الأبيض مطلع التسعينات. وماشي مصطفى وسريع مصطفى وسريع مصطفى وبيلعب الكره بالعرض جوه الجول جوه الجول. حلوه حلوه حلوه. مصطفى نجم من مواليد عام 1966، وطرق أبواب الدوري المصري بانضمامه لصفوف الاتحاد السكندري وهو ابن 20 عاما، قبل أن يخطف أنظار مسؤول القلعة البيضاء بتألقه بقميص زعيم الثغرة. 15 هدفا كانت شاهدة على تألق مصطفى نجم خلال مشواره مع القلعة البيضاء، يأتي في مقدمتهم هدفه الشهير بشباك الأهلي الذي حسم به الزمالك قمة الدور الأول للدوري الممتاز موسم 1992-1993، حيث حفر الهداف الفلسطيني اسمه بحروف من ذهب ضمن قائمة اللاعبين الأجانب المسجلين في الدربي القاهري. رضا وبيلعبها حلوة في العارضة ويتابعها جول مصطفى نجم. وسلك مصطفى نجم المجال التدريبي عقب اعتزاله، حيث تولى تدريب عدة أندية فلسطينية أبرزها الصداقة والهلال وأهلي غزة، بالإضافة إلى شغل منصب المدرب العام لمنتخب بلاده، فضلا عن العمل مدربا بقطاع الناشئين بنادي الزمالك على مدار 7 سنوات متتالية. جماهير الزمالك لم تشعر مطلقا بأن مصطفى نجم لاعبا أجنبيا أو غريبا على قلعة ميت عقبة، فاعتبرته واحدا من أبناء النادي الذين تربوا بين جدرانه، وأحد أنجب تلاميذ الخط الأمامي لمدرسة الفن والهندسة خلال فترة التسعينات، ليكون مصطفى هو النجم المدلل لدى أنصار النادي الملكي. أهلا بكم مرة تانية، ومعايا دلوقتي 2 من نجوم الزمالك الكبار جدا، الكابتن نصر ابراهيم والكابتن مصطفى نجم، عشان هنتكلم في امور كتيره قوي تخص مباراه امبارح، مباراه القمه. اهلا بيك كابتن نصر. اهلا بيك كابتن شاهين. منورني ومنور زملكاوي وقناه الزمالك والزملكاويه. اهلا بيك وقناه الزمالك منوره على طول. الله يخليك كابتن مصطفى، منور القناه والبرنامج ومصر وكل مكان تظهر فيه. ربنا يخليك، ده نورك، وانا سعيد جدا بوجودي معاك ومع كابتن مصر وكابتني كابتن نصر ابراهيم. بشكر فريق الإعداد على المقدمة الجميلة دي، كابتن نصر والأهداف الجميلة يستحقوا وأنتم تستحقوا أيضا. ربنا يخليك. بشكل واضح كده يا كابتن نصر، هنبدأ مع حضرتك. مباراة امبارح أنت شفتها إزاي؟ أنا شفتها وما كنتش متوقع حقيقي، عشان أكلمك بصراحة، أو معظم الزملكاوية ما كانوش في الزملكاوي كان متوقع، ولا اللعيبة ولا كارتيرو ولا أي حد. يعني كنا آخرنا بنقول مش هنتغلب هنتعادل، فما كنتش متوقع. وبعدين فوجئت بقى بالتلات اهداف في ال 20 دقيقه الاولين دول، هم في 9 دقايق يعني بالنسبه، انا بتكلم في بدايه المباراه يعني. فبقت كانت حاجه غريبه قوي بالنسبه لي، وانا ما بقتش عارف اقول ايه ولا اعمل ايه بجد يعني حقيقي، وذهلت طبعا لغايه لما جه الجون. يمكن نزل مصطفى فتحي جابه، يعني حسسنا ان في ايه امل لما شفت مصطفى بيمسك الكوره وتداركنا. بس انا بتكلم الماتش خلاص انتهى، صحيح مباراه وانتهت 3 بونت ايا كان. هو طبعا ماتش بيبقى ليه حساسيه كبيره عشان هو ماتش الاهلي، طبعا بيبقى ليه بطوله خاصه. احنا خلاص بنركنه، وخاصه ان الماتش ده في الاسبوع الثالث من بدايه الدوري، يعني لسه عندنا ماتشات كتيره وعندنا بطولات. كابتن وعايز اتفضل. يعني عايز اقول كلمه لجمهورنا، يعني مش عايز حد يقلق، ده الجمهور ده لعيبتنا اللي جمهورنا من شهر كانوا عارفين ان هم احسن لعيبه في مصر، وما زالوا كبوه وتعدد شويه وبطوله وفرحوا بيها، وكان شكلنا كويس قوي. عايز اقول للجمهور يهدى شويه ان شاء الله، وان شاء الله الانتصارات هترجع تاني ان شاء الله.
انت رأيك كابتن مصطفى في اللي حصل امبارح وشايف اسبابه ايه؟ يعني في عوامل كتيره، يعني اولا التوفيق في الهدف الاول للنادي الاهلي، رغم ان احنا اول 16 دقيقه 15 دقيقه احنا كنا الافضل وكنا ماسكين كوره، وبعدين ضربه الجزاء اللي جت الجون الثاني، يمكن لخبط العمليات الحسابيه مع مستر كارتلون واللعيبه في الملعب، واللي زادت يعني كمان الاصعب كمان انه يجي فيك هدف ثالث كمان، دي حاجه صحيح. يعني صعبه جدا في اول 30 دقيقه او الشوط الاول ينتهي 3-0، لكن الشوط الثاني يمكن نزول مصطفى فتحي زي ما قال الكابتن مصطفى الكابتن نصر 3-1، قلنا نقرب بقى النتيجه، لكن برضو الهدف الرابع اللي جه يعني تمركز خاطئ طبعا، الف ب الف ب في الكوره في الركنيات اللي عليك او ليك لازم واحد موجود على الدايره، ما كانش حد موجود على الدايره وبينجب ياخد الكوره وبيستلمها وبيشوت، ولا واحد ضغط عليه ولا اي حد ضغط عليه. ف انا ما بحملش ابو جبل السبب الرئيسي، لا اكتر من لاعب، زي ما قال الكابتن نصر يعني بنقول مباراة وانتهت، يعني الحمد لله ان هي برضو طلعت النتيجة 5-3 للأمانة، يعني ممكن كان لولا هدف مصطفى فتحي من بدري كان ممكن الأمور يعني تتصعب شوية، لكن بنقول برضو احنا في بداية الدوري 3 جولات في الدوري لسه قدامنا كتير، صحيح. نعوض ان شاء الله. بقول للاعيبه نادي الزمالك انتوا لاعيبه رجاله، في كبوه لكل كبوه، يعني كل جواد كبوه لا شك فيها كبوه، ان شاء الله هم يقوموا من الموضوع ده سريعا باذن الله. كابتن نصر، التشكيل بتاع الزمالك كان ممكن يبقى في لعيبه تانية، ولا انت شايف ان التشكيل ده في اللحظه الاولانيه كان هو التشكيل الامثل؟ انا شايف ان التشكيل كان كويس، يعني احنا مش عايزين نقول ده لعب ليه ما لعبش من الاول، لا التشكيل كان مناسب، والناس دي كانت بتلعب، يعني صحيح. اذا كان دفع بعمرو السعيد، عمر السعيد كان جايب جونين في الماتشات اللي قبل كده لعب كويس. وبعدين احنا في بدايه التلت ساعه لو تشوف احنا ضاغطين النادي الاهلي ضغطه، انا كنت مبسوط ان احنا ضاغطين كده من اول بدايه المباراه، لكن كانت هي المشكله بقى في الكور المرتده اللي علينا، الناحيه الدفاعيه بتاعتنا ما كانتش متنظمه كويس، هي دي اللي عملت مشاكل، لكن التشكيل كان كويس، ما فيهاش اي مشكله يعني في التشكيل، واللعيبه ادت اللي عليها. الماتش زي ما بقول لك اتخطفنا ليه؟ كان يمكن ثقه زياده عن اللزوم، انا بتكلم بصراحه، ان الفرقه هتكسب، بحيث ان احنا لما بنهاجم ناحيه لما الكره بتبقى علينا ما بندافعش كويس، ودي كانت باينه قوي، النادي الاهلي كان بيرد على طول نص الملعب، عندنا عارف انت البذور المنطوره في الارض كده منتشرين في كل حته بالظبط، ومش جنب بعض، ومش جنب بعض بالظبط، وما كناش قريبين حتى في ناحيه الهجوم كنا العدد قليل، ما بيبقاش فيه كثافه، صحيح. كل الحاجات دي اثرت طبعا على ادائنا او على المكسب، لكن انا بعتبر انها برضو مباراه وانتهت، مش عايزين نفكر فيها، وبنقول لعيبتنا لعيبه على مستوى ده، محمود علاء اللي كنا بنشجعه، وده الونشي، وده فتوح، يعني كل اللعيبه، بذكر الناس ان اللعيبه دي كلها كانت من فتره هم احسن لعيبه في مصر واخدين البطوله، قلت ان هو يخفق في ماتش بقى مش مشكله، ان احنا نتدارك الموقف، وخاصه بطوله الدوري العام لازم الناس تتذكر كده وتعرف، الناس المسؤوله بطولة الدوري العام النفس الطويل، يعني هتتغلب، هتتعادل، هتلاقي فيه مشاكل، لازم بتحمي نفسك من الحاجات دي كلها عشان في النهاية توصل للهدف اللي انت عايزه. الدوري هيخلص يا كابتن نصر حسب الكلام 31/8/2022. طب شوف احنا لسه قدامنا موال، هيحصل ايه بقى؟ الله اعلم، حاجات كتير. لا بقول لك هيحصل حاجات كتير، وارد في كرة القدم، في كل الأندية، مش في نادي واحد بس بالظبط، لكن النادي البطل اللي هو بيحافظ على استقراره بيثبط بيصمد لغاية آخر لحظة على أساس في النهاية يحتفظ ببطولة الدوري العام. كابتن مصطفى، 3 أهداف في يعني 16 دقيقة، 16 دقيقة، 20 دقيقة، 25 في 9 دقايق، السرعة في الأهداف دي
سببها ايه؟ يعني مش مثلا زيك ليه ما عرفش يتماسك بعد الهدف الاول؟ وبعدين ما عرفش يتماسك نهائيا بعد الهدف الثاني. يمكن تماسك شويه بعد الثالث، ليه؟ اولا الهدف الاولاني اخطاء دفاعيه من يعني الثلاث اهداف اخطاء دفاعيه وسوء وتوفيق للنادي الاهلي زي ما اتكلمت في الهدف الاول. ومفيش لاعب يعني خبره صاحب خبره، لو موجود شيكابالا في الملعب لاعب صاحب خبره في الماتشات اللي هي القمه كان ممكن برضو يحصل تغيير شويه. مستر كارترون برضو ما عدلش الطريقه، كان عندنا مشكله ناحيه اليمين المسلوسي. طيب نازل مين؟ كان عندنا مشكله، كان يعني بعد 3-0 كان المفروض ان هو يطلع المسلوسي ويرجع زيزو وينزل مصطفى فتحي مكان زيزو. كان ممكن يعني لو التغيير ده كان بدري شويه، لانه شفنا مصطفى فتحي لما نزل عمل جبهه على الاقل كان هيوقف زي ما قلت انت في البدايه معلول، لانه كان فاتح جبهه جامده جدا. المسانده الدفاعيه مش قادر يواجهه خالص، والمسانده الدفاعيه كانت عندنا من المهاجمين مش موجوده امبارح، يعني لا بن شرقي بيرجع يدافع ولا زيزو بيرجع يساعد مع المسلوسي مع معلول، وحتى اوباما كان المفروض هو اللي يرجع مع اوبيانج، وكان اوبيانج بيعمل كل الشغل وبيزيد من ورا لقدام وجاب جونين، ويعني كان المسانده الدفاعيه غير موجوده امبارح، يعني عدم تركيز ممكن. بس هو اوبيانج لاعب كبير طبعا ولاعب محترم، بس اللعيبه كانت تحس انها نسيته فجاه، يعني الكورتين اللي لعبهم اللي هو سواء الهدف الاول والهدف الرابع تحس ان اللعيبه يعني متصور انه لسه موقوف، عشان هو يعني هو كان طبيعي يقف ماتشين لكن ماشي، لكن هما كانوا احساسهم انه كان يستحق يقف ماتشين في نسيوه. يعني ما يعني ما فيش حد يتكلم جوه الملعب، يعني حتى الجهاز الفني امبارح يعني برضو لو في حد موجود مدرب مصري زملكاوي من اولاد النادي من ابناء النادي موجود مع مستر كارترون كان ممكن برضو ينبهه في حاجات صغيره زي دي، ممكن ينبه اللعيبه حتى في الربع ساعة، ممكن ينبه اللعيبه حتى يعني يهزهم كده هز. اقول لك يا كابتن نصر الهدف الرابع بتاع اوبيانج اللي اتلعبت ركنيه واتلعبت لاوبيانج على الدايره، يعني لو موجود مثلا مدحت عبد الهادي لو موجود في الجهاز الفني بيساعد كارترون، الحاجات الدفاعيه دي كان ممكن يندح على اي لعيب قريب يقول له روح على الدايره روح على الدايره، لو واحد موجود على الدايره ما جاش الجون ده مش ممكن يجي، كان ممكن ما يجيش وكان مش ممكن يجي. لا مش ممكن يعني على اعتبار التوفيق لو واحد يكمل. مدافع لو موجود على الدايره خلي بالك كابتن انه الجون الاولاني كان فيه ثلاثه حواليه، ده توفيق في رجل ده توفيق نزل التوفيق ده توفيق. وفي نقطه ثانيه اوبيانج برضو بيصوب جوه ال 18، المفروض اي لاعب مهاجم جوه ال 18 الاربع مدافعين لازم نضغط على اللي بيصوب او بيشوط، لانه صعب انه يمرر جوه ال 18، يعني مفيش فرصه يمرر لانه هتروح لابو جبل لو مرر جوه ال 18. فانت لو لاحظت الهدف الاول الونش قعد يرجع لغايه ما وصل لابو جبل، يعني لا هو يعني امام عاشور حط رجله ولمست في رجل امام، هما رجعوا سابوه امام جه من ورا حط رجله جت في رجل في رجله امام عاشور طلع خبطه يعني هي يعني امام عاشور ضغط من الجنب، لو قعدت تبص عليها تستغرب يعني اللي حصل. اتكلم امام عاشور ضغط من الجنب، يعني انا عايز حد اللي هو زي الونش في المواجهه يعني مواجهه عشان يعني مش هيشوف الجون مش هما اللعيبه كلها تحس ان كانت دي اوف كلهم. هو ما كانش في انسجام امبارح بين محمود علاء وبين الونش، ما كانش في انسجام، لا ما كانش في انسجام خالص، لا بس الانسجام ده معناه انهم بقالوا فتره ما كانش في انسجام امبارح، لا كان في لخبطه غلطات غلطات دفاعيه المفروض ما نقعش فيها حقيقي. يعني حتى الهدف الثاني لو شفت الهدف الثالث هو بيتلعب يعني يتلعب اولا هو مش بالكعب هو بيتلعب باصه، فمفروض اللي جنبه لازم يقفل ما تتلعبش كده ما تعديش الكوره كده. اول ما شفت الكوره عمل التمريره بالشكل ده عرفت انه شايف انعدام الثقه في لعيبه الزمالك، لان دي فيها غرور شديد جدا طبعا، واللعبه دي لعبه فيها عاوزه استعراض، فهو شايف حاجه شافها هو جوه الملعب من لعيبه الزمالك، شاف ان انهم وقعوا فكمل عليهم بالحركه دي بصراحة. لما اتلعبت بقى مفروض الونش يبقى مع مين؟ مع شريف، ما يبقاش فيه مسافه كده، لدرجه ان الكره لما نزلت شريف راح حاطط بس رجله الشمال كده
خليت عكس ابو جبل. المفروض الكره وهي بتيجي لازم اطلعها، لا اما ابقى في ظهره لا اما ابقى قدامه. لو انا قدامه لازم اطلعها زي ما هو كان قدامه كده. فدي في برضه اقرب شويه أصلاً. طبعا قدامه بس اقرب شويه اللي اقرب شويه ان هي الكره ما تعديش كده واخد بالك. فدي طبعا غلطات انا بعتبر ان هي اللعيبه بتاعتنا ان واحد الدفاعيه بتاعتها كانت ناسيه خالص كلهم، حتى ما فيش مساعده. دي مش مشكله المدير الفني اللي قاعد بره انه يفوقهم يعني المشهد ده حصل مره في اثنين شادي مش محتاج بقى زقوم وفوقهم. انا ما شفتش يا كابتن نصر حد من بره يعني بينبه لعيبه، يعني ما حسيتش انه يعني انا عايز معلش الاخطاء يا مصطفى انا بتكلم في ايه، في نقطه مهمه ايه هي. انا لما بلعب بالكرة انا ببقى عارف هعمل ايه. صحيح. اول ما الكرة بتتقطع مني لازم ابقى عارف هدافع ازاي. ما تبقاش سايبه كده، انت واخد بالك. انت شفت يعني المسلوسي اللي قصدي البنالتي المفروض يبقى معاه مثلا زيزو، المفروض زيزو معلول لما البلنتي الاول الهدف اللي جابه لازم يبقى معاه هاف معاه في الناحيه الدفاعيه. لكن احنا لما هاجمنا كلنا ونسينا ان واحد دفاعيه كانت مشكله بالنسبه لنا. الارتداد كان بطيء، الارتداد من الهجوم للدفاع كان بطيء. بالنسبه للكابتن نصر ما كانش لا في ارتداد ولا في تركيز، التزام والتزام كمان يا شادي. يعني لازم انا بلعب على الطرف، انا النهارده الكره لما تتقطع مني على الطرف مش في راجل بيلعب عليا لما هياخد الكوره، مش لازم انا اروح العب عليه. دي ما كانتش موجوده، دي اللي عملت لنا مشكله او في فجوات بيننا وبين بعض. بصراحه سيناريو المباراه يا كابتن والثلاث اهداف كابتن مصطفى خدموا الاهلي خدمه العمر زي ما بيقولوا. طبعا توفيق يعني عمرها ما حصلت كده. لا حصلت في السته بس في مشهد السته. اقول لك كمان هم جابوا الثلاث تجوان في التسع دقائق واحنا جبنا الثلاث تجوان برضه احنا في 9 دقايق وهم في 12 دقيقه. يعني برضه احنا هم في 9 واحنا في 12 يعني قريبه. بس هو التوفيق برضه ما كانش في صالحنا شويه. يعني زي ما قلت اول المباراه لو في توفيق عندنا كان ممكن نجيب جول. لو احنا بدرنا ده جه بدري شويه. لو احنا بدرنا في الاول قصدك؟ لا الهدف الثالث بتاعنا احنا لو جه بدري شويه لو بدري شويه هو جه تقريبا يعني لا كان فاضل في الاخر. حد فكرني جه في الدقيقه كام مصطفى؟ لا كان فاضل الجول الاول بتاع مصطفى. لا هو بيقول الجول الثالث بتاعنا كان في اخر المباراه. ده لو جه بدري شويه كانت تصدق النتيجه. لو جه 80 مثلا عشان ابتدينا نتحسن بعد الهدف الثالث حقيقي. صحيح هم قبل الهدف الثالث يا كابتن نصر واحنا ماسكين كوره وبدانا يمكن شويه كده هم حسوا انه خلاص اللي هو انهم رجعوا فكان ممكن يقدر يعني. لا التغييرات برضو اللي هم عملوها موسيماني غير برضو هو عمل تغييرات برضو يعني مش التغييرات اللي فادت برضو هو كده. في الاخر برضو انا ما اقدرش اقول غير ان الراجل فاز طبعا يعني بعيدا بقى عن التغييرات ومش عارف ايه، لكن في الاخر هو على الورق فاز. هو حتى طلع على التصريح يعني انا شايفه يعني بسخريه واستهتار بلعيبه النادي الزمالك لما قال انه ان انا فزت 5 والمباراه اللي جايه هفوز كمان اكتر. فبقول ان فيها سخريه شديده. انا بعبر بقى معلش لو انا ما سمعتش البيان ده اللي منك لو قال كده هو عمل تغييرات غلط وهو يعني سوري يعني هو جاب 5 اهداف بس ما حافظش عليهم وكان ممكن المباراه تتغير لو في وقت من بالتغييرات اللي عملها. انا قصدي ان ده ما يديش دافع للعيبه في الزمالك في المباراه اللي جايه ان ادي المدير الفني بيقول انا ههزمكم لا 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 المره الجايه اكتر لا من 5 هيدي دافع كبير جدا لجماهير نادي الزمالك وللجهاز الفني لنادي الزمالك هيركز اكتر في المباراه دي. بس هو مش وقته لسه المباراه لسه دي يعني لسه بدري. لكن بنتكلم في شهر 5 ولا في شهر 6 بنتكلم ولا في شهر لما يجي وقتها ما حدش عارف لازم لما يجي وقت المباراه دي لازم اللقطه دي اللعيبه تسمعها وتشوفها والجهاز الفني ويعيد ويكرر ويقول لهم بصوا حتى لو انا مش هلعب بخطه وهو قال أو يعني هلعب بروح بس الروح تبقى موجوده انا هكسب النادي الاهلي. بالظبط. امبارح شفنا مشهد بعد النهايه كده مشهد مميز، جمهور الزمالك بيهتف للعيبه وبيناديهم محمود حمدي وينش يروح لهم ويحييهم يعني حاجه حلوه. المشهد ده رؤيتكم ليه ايه؟ لا حاجه كويسه طبعا. الجمهور بتاعنا يعني هو طبعا استغرب امبارح لكن بيحب لعيبته وبيعترف بلعيبته ان هم من احسن لعيبه في مصر ودي ماتش خسرناه. ده اول ماتش توفيق. اول ماتش فيه جمهور يعني بعد كورونا يعني جمهور 1000 ولا 2000 متفرج ف يعني بصراحه يعني لفته طيبه من جماهير نادي الزمالك. ده والقليلين دول القله دول
بيمثلوا كل جماهير نادي الزمالك. صحيح. انا بشجع فرقه نادي الزمالك رغم الخساره، وهم حسوا ان اللعيبه برضو قدوا ما عليهم، خاصه الشوط الثاني 4-1، من 4-1 ل5-3 برضو يعني اللعيبه عملت جهد كبير جدا ان هي ترجع للمباراه نوعا ما. غير لكن اللي بيبقى في الملعب شايف حاجات اكتر من كمان اللي قاعد في البيت، التلفزيون حكمه مباشر. لكن اللي في الملعب شايف كل حاجه أكبر. شايف. وبالتالي ما هو اللي يعمل ده فهو بيوصل الرساله للي قاعد في البيت، لا اللعيبه دي عملت اللي عليها، عملت لانه دايما الخناقه او الانفعال بيبدا من اللي في الملعب. لو غضب، لو انفعل، لو هاجم اللاعب، بتلاقي ان الاثر على طول بيطلع بره. وده بالظبط اللي حصل لما دلوقتي حصل انه جمهور الزمالك حيه، فتلاقي ان الاغلبيه بتاع جوزك ما هاجمش. لقى انه لا، ده اللي شاف اللي جوه الملعب، شاف الظرف كله، موافق على اللي حصل وبيدعم. طبعا بادائهم ادوا كويس وطلعوا برضو من هزيمه. طبعا نوصل لخمسه ثلاثه وفي الاخر نتسيد برضو المباراه، فالجمهور حس. هو انا كشادي يعني اللي زعلان منه مش فكره الخساره، ممكن تحصل، لكن انه يحصل في الزمالك عدد زي ده من الاهداف. ليه؟ لانه انا ما اجي الاقي ان في الونش، والاقي في محمود علاء، والاقي ان في حمزه، وفي احمد فتوح، ادي خط الدفاع وراه ابو جبل، ما احبش ان الخماسي ده يتعرض للموقف ده، ولانه هم اللي هيشيلوا ويتحملوا المسؤوليه مهما كان اخطاء الاخرين. ماشي. مظبوط. يعني فكره انك تاخد تشيل اهداف بالكميه دي، بس ده درس برضه، ده درس كويس. اتمنى ان هو برضه كابتن نصر. كابتن نصر هو امبارح الاهلي لعب 3-5-2، لعب باثنين فراوده صراحة شريف والتاني الافريقي اسمه ايه، ابساو، بيسيتاو. فانا كان ممكن اعدل تعديل بسيط جوه الملعب، لانه ما ينفعش محمود علاء والونش يلعبوا مع اتنين فراوده ومفيش ليبرو ليهم. كان ممكن اعمل ارجع امام عاشور، ممكن العبه. هو كان بيلعب ليبرو، هو كان بيلعب ورجع محمود علاء مع واحد، ورجع محمود علاء ليبرو. كان ممكن اعدل في الطريقه لما دخل فيا جون والتاني والتالت، يعني لانه كان هي هنا بقى مشكله انه كارترون اخطا شويه في امور كتيره جدا. فتعالوا دلوقتي نطلع لتقرير لجمهور نادي الزمالك وهو بيتكلم او وجهه نظره في التغييرات التي اجراها كارترون امبارح في ماتش الاهلي. رأي حضرتك في اداره كارترون لمباراه الزمالك والاهلي وتغييراته؟ هي المشكله في كارترون انه هو بدا بمحمود علاء وبدا بامام عاشور، برضو امام عاشور مباراه تقيله عليه، كان مفروض لعيب زي محمد اشرف، رؤى، او محمود عبد العزيز. كان في تغييرات ما كانش المفروض يبدا بيهم، يعني هو كان المفروض بدا، ما كانش بدا بعمر السعيد، كان بدا المفروض ب سيف الجزيري، يعني في كام لعيب كده، يعني سيف الجزيري هو اللي رجع لك حياتك مش كان بدا، يعني هو يعني في لعيبه ما كانتش تبدا. بالنسبه للمدرب اكيد عليه حمل كبير ان هو بطل الدوري، وكان عايز يثبت ان هو يكسب الفريق النادي الاهلي، بس هي الفكره كلها احنا جه فينا جون، ايه المشكله؟ كنت لعبت اللعيبه برده في ثقه زياده عن اللزوم، وانا شايف ان ده كان سبب اساسي من ان احنا نخسر. تغييرات كارترون هو على حسب الدكه اللي معاه، هي الدكه ما كانتش مساعده، كان في غيابات طبعا. تغييراته هو لو كان بس بعد الجون الثالث ما دخلوا كده، لو كان عمل التغييرات كان ممكن رجع للماتش، لكن هو اتاخر في تغييراته جدا، وخصوصا بعد نزول مصطفى فتحي ونجم الفرقه بدات تتحرك. والله بالنسبه لاداره كارتون ما تقدرش تلوم عليه في حاجه امبارح قوي، يعني بس المشكله الكبيره ان احنا اتخطفنا في حوالي 3 4 5 دقائق كده، الماتش خلص بالنسبه لهم. اكيد هو ما كانش مخطط حاجه زي دي، بس هو كان سوء توفيق كبير من ابو جبل مثلا، ممكن برضه ضربه الجزاء بتاعت المسلوسي، الحاجات دي كلها اثرت على اللي حصل امبارح. والله هو الشوط الاول ما كانش موفق، الشوط الثاني طبعا كان في تغييرات كويسه جدا هي اللي ساعدت معانا، بس طبعا يعني كتوتال الحظ طبعا مش معانا. قد موقوف، الشيكابالا ما بيلعبش برضه موقوف، فيعني الحظ نفسه او التوتال نفسه مش مع الزمالك، يعني الحظ نفسه مش مع الزمالك. بس التغييرات الشوط الثاني طبعا كويسه جدا لكارترون، وهي اللي ساعدتنا ان احنا كان ممكن لو كملنا الماتش، يعني لو كمان استنى 10 دقايق كمان كان ممكن نتعادل او كان ممكن نكسب كمان. التغييرات كانت ممتازه طبعا. اولا يعني مصطفى فتحي ده ما يطلعش من الملعب، لعيب رايق بيقف على الكوره بيبص بيشوف،
بيعمل حاجات كويسه جدا، فللاسف يعني ان هو نزل في الشوط الثاني. لو كان نزل من الشوط الاولاني كان، وانا ليا راي بقى في زيزو، احمد سيد زيزو يلعب جنب طارق حامد ومصطفى فتحي يلعب مكانه، وهتلاقي الزمالك في حته ثانيه خالص. والزمالك كويس على فكره، هو ظروف ماتش وعدت. الحقيقه ان مصطفى فتحي امبارح جاب جول حلو قوي، بس بصراحه مش هقدر اقول عليه حلو قوي على اعتبار ان النتيجه العامه مش حلوه خالص، لكن كان جول ممتع. لكن انا مش من الموديل اللي هو يقعد يتكلم عن شكل الاهداف وان كانت النتيجه خساره، لكن كنا ممكن ناخد الهدف ده ونعلقه ونمشي بيه في الشارع كمان لو كان الزمالك قدر يفوز امبارح، لكن للاسف يعني تتعوض يا مصطفى ان شاء الله. انتوا شايفين يا كباتن دخول مصطفى فتحي كان يبقى من بداية المباراة ولا زي ما حصل كده يبقى مجهزه وقاعد باحتياطي انه يحتاجه في اثناء المباراة؟ هو اولا مصطفى لعيب كبير، يعني ممكن يبدا المباراة من الاول وما يوفقش، ممكن يبقى قاعد، دي بتبقى برضه راجعة للتوفيق، لكن مصطفى ممكن استفاد بيه. ممكن لو كان لعب في اول ماتش ممكن ما كانش يوفق. صحيح. كان حصل يعني بص الجول يعني لكن شوفوا من وراء سيبك من دي، لا الجول بقى روعته لما تشوف الكاميرا الخلفيه، مصطفى من اللعيبه الكبيره في زاويه صعبه مستحيله وجاب الاجوان دي السنه اللي فاتت في سموحه كتير. اه ماتشات سموحه مصطفى. بص يعني بص الكوره هنا شادي، انا في مصطفى وفي حفني، ها ايمن حفني اه يعني دول. بص الزاويه فين؟ لا ده هو شايف عنده رؤيه، هو شايف الكوره وشايف ولافف جسمه 90 درجة كده عشان يحطها في الزاوية. فكاش الكرة بتاعتك اللي اتصد جون عالمي. لا جون عالمي ده، ده جون عالمي جون رائع، بس مش أي حاجة. النتيجة اللي مش حلوة. أنا شايف يا كابتن ناصر إنه هدف مصطفى فتحي يمكن رجعنا المباراة شوية. صحيح. يعني هو مش حلاوة الجون كمان، ده كمان الجون ده لو احنا النتيجة 3-0 وما جابش الجون مصطفى فتحي كان هتبقى مشكلة. كان مصطفى فتحي ممكن يلعب في مركز 10 مكان اوباما، يعني كان ممكن يبدا بيه مكان اوباما. هو بدا الماتش اللي فات وما اداش بشكل قبله يعني. بس هو لو هيلعب على حساب مين؟ زيزو عنده النواحي الدفاعيه كويسه جدا، مع ان ما شفناهوش بيدافع امبارح مع معلول. ممكن كانوا ضيوف، يمكن كان في حاجه يعني باي لك يعني. لكن انا بقول مصطفى فتحي تغييره كويسه، لو كانت النتيجه قريبه كانت تغييره كويسه. انا بتكلم على الجزيري يا كابتن ناصر. انا كان معلش بختلف شويه، الجزيري كان لازم يبدا امبارح. ليه؟ انت عندك مش هتلعب كور عرضيه للنادي الاهلي كل شويه، هتلعب كور عرضيه لعمر السعيد. الجزيري بيجيد في المساحات الفاضيه، يعني كان ممكن يلعب في ظهر معلول في الناحيه واحنا مضغوطين، كان ممكن يلعب في ظهر معلول هيسبب له مشاكل كتير لانه بيحب يستلم في الجناب. صحيح. وخلف اكرم توفيق برضه لو رجع بن شرقي برضه مع اكرم توفيق كان ممكن يدينا شكل كبير جدا بالنسبه للجزيري. صحيح. وكان ممكن عمر السعيد يبقى تغييره مثلا لو انت عايز كور عرضيه مش عارف ايه، بس احنا ما شفناش كور عرضيه اصلا، ما لحقناش نشوف. عشان كده انا بقول لك كابتن ناصر يعني انا ما ابداش بيه، يا اما هبدا بيه اذا كان هلعب كور طوليه يبقى محطه يعني. وينزل تحت منه اوباما بن شرقي، واحنا ما عملناهاش دي خالص. لازم برضو كان، وبعدين عندهم كابتن دفاع مميز يعني عنده توفيق اسمه ايه ده المغربي بتاعهم بدر بنون، بدر بنون طويل ويعني حاجه طول ما شاء الله، يعني بيلعب معاه في الكور العاليه. لا ولا هي مش كده، انا بالنسبه لي انها مش كده، انا كان في واحد وسط ثلاثه فطبيعي جدا يعني، كان حمدي فتحي وايمن اشرف وبدر بنون، الثلاثه كانوا بيتعاملوا مع عمر لوحده، وانت مهما كان مش هتعرف يعني كنت تغلب الشجاعه ده ما فيهاش مناقشه، لكن ما انت مش شايف ده طول الوقت. هي ده الامر اللي يعني انا مش عايز ادخل في الجزء الفني، لكن ده اللي ازعجني من كارتيرون انه رؤيته للاخطاء ما اعرفش كان شايفها زي ما احنا شايفين ولا شايف حاجه تانية، وتدخلاته كانت تدخلات متاخره جدا
يعني انا مثلا من الناس اللي كان اغير خمسه بين الشوطين بس النتيجه 3-0 لا وهي 3-0 غير التغيير كابتن ناصر انا والنتيجه 3-0 الشوط الاول كان لازم اتدخل بتغيير طبعا يا مصطفى هطلع المسلوسي لانه كابتن زيزو بيلعب مدافع كويس بيلعب دفاع كويس اطلع المسلوسي اللي هو كان غير موفق وعنده بطء وفي النواحي الدفاعيه يعني ما بيجدش النواحي الدفاعيه مع انه هو جيد في ضربه على اعلى مستوى لا ما انا ما شفت عنده بطء امبارح وضربه الجزاء فيها تهور كبير جدا وعمل الجزاء. كمان ضربتين جزاء انا لو غيرته والنتيجه 3-0 الشوط الاول ونزلت زيزو باك رايت ونزلت مصطفى محمد يبقى انا نزلت مصطفى عملت جبهه على علي معلول عملت جبهه كبيره جدا ووقفت معلول فالتغيير كان كنت قصدك تغيير كارتيرون كان لازم يبقى قبل نهايه الشوط كان لازم برضو كان لازم يا مصطفى اللعيبه يبقى ليها حلول كان لازم يعني انا امبارح شايف بن شرقي وفتوح مصممين يعدوا من ناحيه الشمال طب انتوا قافلين لكم ناحيه اليمين طب غير يعني خش لجوه اعملوا مثلا 1 2 مثلا على جوه غير دي برضو كانت مشكله بالنسبه لناحيه اليمين وناحيه الشمال احنا واخدين طرفين مصممين ان احنا يمكن مصطفى فتحي لما جه وحرك وبقى دخل من جوه عمل شكل صحيح كانت اللعيبه برضه المفروض يبقى عندها حلول صحيح ما تبقاش هنكمل الاسئله في ماتش القمه ان شاء الله وحق والمنتخب لكن ان شاء الله تعالى بعد الفاصل اهلا بيكم مره تانية ومعانا الكابتن نصر ابراهيم والكابتن مصطفى نجم نجوم الزمالك وهنسالهم سؤال واضح قوي يعني ما فيهوش مواربه ليه زمان في مباريات الاهلي والزمالك في الثمانينات والتسعينات ما كناش بنشوف رقم 3 اصلا في المباريات لا الاهلي بيفوز 3 ولا الزمالك يفوز 3 كان ابو 2-1 1-0 2-2 يعني دلوقتي بعد كده شفنا بقى الارقام دي سواء الزمالك او الاهلي بعد كده حصل الارقام دي ليه يا كابتن نصر بقى كان زمان اللعيبه كانت مستواها عالي حقيقي كانت بيبقى فيه صعب ان انت تتغلب من الاهلي صعب اصلا تتغلب ولا التركيز بيبقى عالي والتركيز بيبقى عالي في كل حاجه في الناحيه الدفاعيه والهجوميه اللي انا يعني دلوقتي انا ما بشوفهاش حقيقي يعني انا كنت بلعب راس حرب مثلا لو في سير دي باك بيلعب عليا وطالع يلعب كوره انا لازم ابقى معاه شوف بقى ترجع معاه كان الميزه زمان ان كل لاعب عارف هو بيعمل ايه في الناحيه الدفاعيه مش الهجوم احنا بنهاجم لكن انت في ماتشات الاهلي والزمالك مهمه قوي الحاجات دي الثغرات دي يعني ممكن لعيب يسرح الاهلي يستغلها او الزمالك واخد بالك ممكن لعيب ما يتحركش صح او ما يعملش الناحيه الدفاعيه بتاعته تلاقي خسرت ممكن حيطه يعني في حاجات كده بتبقى في ماتشات اهلي وزمالك لازم مهمه لازم اللعيبه تعمل حسابها احنا كنا دايما بنتمرن عليها وبنعمل الحساب ده او حاسين بيها من قبل ما بنلعب فعشان ولا الخوف من الجمهور ايه الخوف من الجمهور برده بيخليكوا دايما لا الجمهور كان بيشجعك الجمهور كان بيشجعك الخساره الكبيره يعني مواجهه الجمهور بالظبط الجمهور كان بيحضر التدريب وموجود على طول كده متواصل بالظبط بيشجعك بيخليك زي ما انت بتقول الغلطات بتاعتك بتبقى قليله فعشان كده بتركز في كل حاجه طبعا والتوفيق بتاع ربنا بيبقى طبيعي مهم طبيعي لكن الأمر. النتائج زمان ما كانتش بالشراسه دي وكانت حتى الدوري ما كانش يخلص قبلها بثلاث اربع اسابيع والكلام دوت لحظات الاخيره يفضل في اخر ماتش ويتعلق لاخر ماتش وانت وجهه نظرك يا كابتن مصطفى ليه الارقام دي يعني الاهداف عليت في الفتره الاخيره سواء من ناحيتين كذلك يعني برضو اخر ماتش فاز فيه كان 3-1 يعني هو طبعا التركيز العالي بتاع اللعيبه قبل ماتشات القمه يمكن انا حضرت اكتر من ماتش قمه يمكن كنا بننام بصعوبه يعني من كتر التفكير في المباراه ان انا بكره هبدا المباراه يعني ونعمل معسكر يومين ثلاثه قبل المباراه التركيز كان عالي جدا جدا رغم قوه المهاجمين وقتها الا انه هتلاقي قوه المدافعين يعني المدافعين برضو في تركيز عالي جدا وخبره حراس المرمى يعني كمان حراس المرمى كانت على مستوى عالي سواء عندنا او في النادي الاهلي بتوجه دايما ضيف حاجه تانية الروح يعني نادي الزمالك كنت تلاقي قليل لانك تلاعب واحد مثلا اجنبي او واحد جاي من بره النادي لكن تلاقي كل اللعيبه دي لعبت ناشئين في النادي وتربت مع بعض ولعبت مع بعض عندهم كان الروح عاليه جدا جدا جدا
يمكن ده الحاجه اللي انا اقدر اقولها يعني. طيب كابتن مصطفى، انت شايف الزمالك محتاج مدير كوره ومدرب عام، ولا محتاج مدير كوره بس، ولا محتاج مدرب عام بس، ولا مش محتاج حاجه خالص؟ لا، احنا محتاجين مدرب عام يقوم بدور مدير كوره، يقوم بدور يعني مباراه اللي انهزمنا بيها القمه امبارح، مثل كارترون عنده ظروف وسافر عشان بقاله فتره طويله وعايز يروح بلده، كان لازم يكون مدرب عام موجود هنا يلم اللعيبه، يخرجهم من الناحيه النفسيه، يستدعيهم للتدريب يعني ويتدربوا معاه، يعني يديهم راحه مثلا يوم، مش شرط ان هو يمرنهم، ممكن يعمل اجتماع، ممكن زي ما كنا بنعمل زمان بعد المباراه نيجي نقعد نعمل اجتماع مع حتى مع المجموعه اللي ما بتشتركش، مجلس الاداره او المدرب العام، ونيجي نخرجهم من الحاله النفسيه، وانه احنا نركز في اللي جاي. وممكن الناس اللي ما بتلعبش نعمل لها ماتش برضو قوي، يبقى على مستوى ماتش كبير، عشان انه هو يبقى جاهز كمان اللعيبه اللي هي طيب ما بتلعبش دي. وانت كابتن نصر، وانت كابتن نصر شايف الزمالك محتاج ايه، مدرب عام، ولا مدرب عام في اطار انه مدير كوره، ولا محتاج مدرب مساعد شاب صغير لسه في البدايه كده يبقى قريب من اللعيبه يعمل دعم معنوي ليهم؟ طبعا يعني ده مش يعني انا طبعا ما اعرفش مستر كارترون ايه اللي يريحه، طبعا هو طبعا المدير الفني المسؤول، لكن هو بيبقى احسن ان انت فعلا مدير كوره بيوصل مثلا من اللعيبه للمدرب لمجلس اداره، واخد بالك؟ كل الحاجات دي بتبقى مهمه. انت ليه شايف ليه متصور او ايه تصورك عن عدم رغبه كارترون في وجود لو مدير كوره ولا مدرب عام ولا مشرف عام؟ ما انا مش عارف بجد حقيقي. لا هو النظام اللي نفخ اللي اتسع بالشوربه ينفخ في الزبادي؟ لا يعني هو المسؤول بيقول لك انا المسؤول عن اي حاجه عشان ما يبقاش في تضارب. لا كابتن ناصر هو كان موجود، الكابتن اسامه نبيه موجود، واحمد عبد المقصود كان موجود، وهم الاثنين مشوا بارادتهم يعني. مجلس طبيعي. الاداره ما مشاهمش، او مستر كارترون ما قالش انا مش عايزهم. لا لا لا. هو ما قالش انا مش عايزهم. انا فاهم، انا بكلم في الوضع اللي احنا حصل فيه، ظروف معينه، هو في اول لحظه ما كانش عاوز، بس كان لازم كورة. مجلس الاداره اول ما مشي احمد عبد المقصود كابتن اسامه نبيه، كان مجلس الاداره لازم يعين واحد من ابناء النادي، وفي كتير ابناء النادي دي حاجات موجودين. لازم تتعمل صحيح. يعني حتى لو المدرب الاجنبي مش عايزها، انا ما اضمنش دلوقتي المدرب الاجنبي ممكن يمشي في لحظه، فمش معقول، او ممكن يحصل مشاكل، مين اللي هيوصل المعلومه؟ اكيد المدرب او المدير الكوره المصري، مش كده ولا ايه؟ مظبوط. فمهم، هي مهمه عشان الفريق، وكمان بيعد كمان للفترات الجايه، مين عايزين مين، هناخد مين، لازم يبقى في الكلام دوت بناء على مستر كارترون لما بيقول له على اي تعليمات ولا اي حاجه بيوصلها. صحيح. فدي مفروض عشان تريح يعني الكابتن. انا لما كنت في موسم 90 وال 93 كان مستر ديفيد ماكاي موجود، كان معاه كابتن فاروق جعفر على طول، والكابتن عبد الرحيم محمد الله يرحمه. الاثنين دول كانوا قريبين منا كلاعيبه، وكانوا هم اللي بيعملوا معانا اجتماعات باستمرار، خاصه مباريات القمه، ويقعدوا معانا حتى مباريات افريقيا، يقعدوا معانا يكلمونا. يعني دورهم مهم جدا، يعني مدرب عام دوره مهم جدا، يبقى قريب من اللعيب، عارف نفسيه اللعيب، عارف ان كابتن نصر ما لعبش انا ممكن اختلف معاك. والزمالك من وجهه نظري ممكن ما يحتاجش مدرب عام، لكن ممكن لازم يبقى عنده مدير كوره. لازم، انا بقول لك اي اي زي ما حضرتك بتقول كده لازم يوصل. انا بقول لك كان عندنا الكابتن محمود سعد كان دايما بيقوم بالمهام دوت، اذا كان مدير كوره او كان هو بيقوم بكل حاجه مع المدرب الاجنبي، فكان بيسهل برضه بالنسبه للفرقه وبالنسبه للنادي. صحيح. طيب تعالوا نروح بقى لاختيارات كارلوس كيروش. النهارده كارلوس كيروش فاجئنا وقرر استبعاد احمد سيد زيزو وطارق حامد. اول ما عرفتوا الخبر ده يعني كابتن نصر او كابتن مصطفى، يعني طرأ لكم ايه؟ فكرتوا في ايه؟ يعني القرار ده شايفينه طبيعي من حق المدير الفني اللي هو عايزه، ولا شايفين انه في خطأ في الاختيارات؟ انا بقول ان هو ممكن ليه وجهه نظر معينه خلال المباراتين اللي جايين او المباراه اللي جايه. بالنسبه لطارق حامد ممكن يكون، لانه طارق حامد ما خدش اصلا معاه، يعني
يعني ما لعبش مع في كروش. المنتخب يعني كروش ما ادالوش او اداله وقت قصير، يعني مش معتمد عليه ان هو لاعب اساسي في المنتخب، حتى زيزو كمان. فانا اعتقد ان هو ممكن يعني بيحاول انه كل مباراه يعني يشيل اثنين، يبدل اثنين او ثلاثة او اربعة ويستبدل مكانهم اثنين ثلاثة اربعة، لكن هو طبعا معروف عنده الفريق اللي هو عايز يعتمد عليه في المباريات، عنده التشكيل الاساسي اللي موجود محترفين. طبعا هو عنده التشكيل الاساسي، يعني مصطفى محمد في مكانه، عمر مرموش في مكانه، صلاح في مكانه، النني انت تقدر تقول عنده اماكن مش هيغير فيها. انت تقدر تقول لو هو استغنى عن لعيب اساسي معين يعني، لا ممكن برضه يا مصطفى، ممكن بالنسبه لزيزو بالنسبه لطارق حامد ممكن يكون هيريح من الماتش، وممكن عايز هو وجهه نظر كابتن مصطفى انه ما اعتمدش على زيزو نهائيا في الماتشين، واعتمد على طارق حامد في الماتش الثاني جزء مش بشكل كامل، فممكن ده يكون احد اسبابه. خد قفشه الماتش اللي فات، ما خدش قفشه ولا شريف من اساسه، فهو ممكن الضغط الجماهيري والاعلامي بس ممكن. هل توصلين ان كروش بيقع تحت الضغط ده؟ ما اعرفش بقى، بس انا شفت اداؤه في المباراه المباراتين اللي فاتوا كان اداؤه كويس. لا ممكن يعني يقع تحت ضغط يا كابتن نصر، لانه الجهاز المعاون اللي معاه ما بس فيش الاجنبي لو اعلى ولو يا كابتن نصر برضو، انا لو حضرتك انت مدرب اجنبي وانا جنبك انا ادي لك معلومه اقول لك، قالوا له على فكره في الماتش الاولاني وما حصلش حاجه، يعني في القرار الاولاني الجهاز المصري المعاون يعني قال له على شريف وقفشه لا او الضغوط وهو رفض وصمم على قرار. المدرب الاجنبي ما يعرفش الضغوط ما يعرفش، المدرب الكويس المحترم الاجنبي ما يعرفش الضغوط، بيعمل اللي هو عايزه، لا اما لا اما كده لا اما شكرا. صحيح، واخد بالك؟ تمام. الاجنبي المحترم طبعا اللي هو مش ده، لا اسم كبير جدا، اسم كبير. فما اعتقدش هو بيدور زي ما بيقول تدويره، بيجرب لسه يعني، هو ما عندوش برضه ما شافش الفرقه برضه كويس في الاول. بس هو شرطه يعني انا شايف كده ان كورته كويسه بتعتمد على اللعب الجماعي يا شادي. يعني مش ما بيعتمدش على فرد معين، فهو طبعا بيلائم او بيشوف اللعيبه اللي بتلائم الشخصيه بتاعته وهيبتدي يجرب بقى ويشوف لغايه لما يثبت الاخر على تيم. هو جرب مصطفى محمد في ماتش توجو الودي وبعدها استبعده مصطفى فتحي، اسف مصطفى فتحي، تمام، جربه في ماتش توجو وبعدين استبعده، المره دي ضمه مع ان مصطفى ما لعبش يعني اساسي في الزمالك كتير، يعني طول الوقت احتياطي. هو الهدف التغييرات هنا التفكير بتاع كروش ده برضه يخليكوا يودي ممكن برضه يكون بيلعب على الخصم، يعني هو هيلاعب مين؟ محتاج مين؟ هي دي برضه مهمه، يعني انا ممكن النهارده ابقى محتاج راس حربه فتلاقيني اخترت ليبيريا راس حربة او راسين حربة مثلا ما كانوش معايا. ممكن النهارده يبقى هيلاعب مثلا مصطفى فتحي عشان طلبه الفرقه اللي بتلعب قصاده بالطريقه دي، فهو عنده حلول مثلا مصطفى، ممكن احتمالات كتيره وارده، دي طبعا شغل مدير. هو بعد الماتش القمه امبارح مصطفى فتحي الشويه اللي نزله من نص ساعه كان لاعب مؤثر جدا. هل انت متصور ان اختيارات كروش كانت بناء على ماتش القمه؟ ممكن هو شاف ماتش القمه امبارح برضه. طب في انتقادات وجهت لابو جبل وانتقادات وجهت لمحمود علاء وامام عاشور والثلاثة انضموا. لا انا قلت لحضرتك انا ابو جبل طارق حامد كان كويس امبارح ما كانش وحش مثلا، وابو جبل ما يتحملش مسؤوليه. مش قصدي يعني انا بتكلم في انتقادات وجهت لابو جبل ووجهت لامام عاشور ووجهت لمحمود علاء ومع ذلك لقينا الراجل بياخد، وما بقولش ان هم عندهم مشاكل، انا بتكلم ان ده من ضمن الكلام يعني المداول ان اللعيبه توجه لها انتقادات. هل انت متصور ان كارلوس كروش اعتمد في اختياره ده لمباراه القمه؟ هو ممكن يكون عنده رؤيه من المعسكر اللي فات للمنتخب، كان معاه اللي هو اللعيبه اللي موجوده دي طارق حامد وزيزو، وهو ممكن في خلال التمرين تمرينات شاف حاجه معينه فهو قال لك انا استبعدهم لحاجه معينه، سواء مثلا ناحيه بدنيه، ناحيه فنيه، ناحيه او سوء مستوى في او سوء اداء أو على ما اعتقد كده ان هو زي ما حضرتك بتقول ان هو ركز على 3-4 اساسيين بعدين هو عنده هيبتدي اللعيبه الاساسيه خلاص مش في ناس معينه اساسيه هتبقى معاه خلاص، يعني مثلا هو استبعد رمضان صبحي مع ان رمضان صبحي يعني احرز اهداف معاه، استبعد ابراهيم عادل تمام، وبعدين ضم مروان حمدي بيدور في اللعيبه كده هو وجاب الشاب اللي اسمه احمد ياسين بتاع البنك الاهلي عنده 23 سنه. ما انا بقول لك هو عنده اربعه او خمسه خلاص دول شالهم من دماغه حاططهم في التيم،
هو بيبتدي بعد كده يدور يشوف بقى ايه اللي هيناسبه بعد كده في الماتشات اللي جايه. هو اختياراته اختياراته كابتن نصر اللي هو بيختارهم بيدور اللعيبه دي كلهم مش اساسيين، يعني ما فيش ولا واحد من اللعيبه دي اساسي. انت تقدر تقول لي مثلا عبد الله السعيد لو استبعده لاعب اساسي في المنتخب صحيح، يعني لو استبعده هنا، لكن انت بتبدل في اللعيبه اللي هم ايه اللي مش اساسيين اللي هم الصف الثاني. نشوف مش هتقدر يعني تقول. بس هو دلوقتي مين بديل عمر مرموش؟ كان بينزل رمضان صبحي، لا في رمضان ولا في زيزو ولا في ابراهيم عادل. هل هيلعب محمد شريف جناح؟ محمد شريف ممكن، يعني ده لو هيلعب بكده ده اختيارات الجهاز المعاون. هو ما شافش محمد شريف اصلا جناح تمام، يعني اذا لو لعب بالفكره دي، يعني لو لعب بمحمد شريف جناح هو ما شافش محمد شريف بعينه بيلعب جناح، هيعرف منين انه اذا كان الجهاز بقى المعاون او يعني الاختيارات المعاون؟ قالوا له ان هو ممكن محمد شريف عنده سرعات، عنده مهاره، عنده تهديف، يخش جوه في راس حربه تاني ممكن. يعني بيلعب في مركزين. هو برضو انا كمدير فني يعني انا بختار اللعيبه كمان يا كابتن نصر، اللاعب اللي هو بيلعب في اكتر من مركز هو اللي ليه الاولويه. يعني اللي يعني طارق حامد مثلا بيلعب في مركز معين، لكن انا بقول سيد زيزو عندك بيقدر يلعب في اكتر من مكان برضه. استبعاده يعني كان هو على كل حال بطوله كاس العرب الشر مش هيبقى فيها محترفين، وبالتالي اكيد هيضم طاقم المحليين وهيرجع، يعني لا صلاح يبقى موجود ولا مرموش ولا مصطفى محمد ولا احمد ياسر ريان ولا احجازي ولا الاسامي دي كلها تبقى موجوده ولا النني فده معناه ان هو ممكن يضم المجموعه طبيعي دي طبيعي انه يضم، فبيجرب يعني ويشوف احتمال طبيعي. طب طبيعي. اختيار امام عاشور فاجئكم ولا انتوا شايفين ان ده كان قرار؟ لا امام عاشور لعيب كويس. لا انا ما بقولش انه لعيب وحش، قصدي ان اختياره في المكان ده وفي المركز ده مع كارلوس كروشي هو اختيار مفاجئ بالنسبه لكم ولا ده امر طبيعي؟ انا بالنسبه لي مش مفاجئ، ده هيعتمد عليه بعد كده عشان امام عنده امكانيات جامده. هو مش هيلعبه ديفندر يا كابتن نصر، هو مختاره برضه، هو مختاره في اكتر من مركز. يعني امام عاشور ايا كان اذا لعب ممكن تستغله في اي مكان عشان هو عنده امكانيات كويسه. ممكن تلعبه هاف ديفندر، ممكن تلعبه ناحيه اليمين ناحيه الشمال. لا امام من النوع اللي هو ممكن يلعب في اي حد، عشان كده هو هيستفاد بيه. هيستفاد طبعا. طب الماتش اللي جاي بتاع الاسماعيلي قصاد الزمالك لسه هيبقى ده الرابع مباراه اللي لسه موقوف فيها حازم امام. وحمزه زي ما انتم شفتوا يعني ممكن يبقى فقدان ثقه بعض الشيء. هل ممكن نتفاجئ بان كارتيرون في الماتش بتاع الاسماعيلي يبقى امام عاشور باك يمين ولا محمد عبد الغني باك يمين ولا زيزو ممكن يخليه باك يمين اذا كان يعني لسه مستوى حمزه المسلوسي مش على ما يأمله البعض يعني؟ لا انا هتكلم في مباراه الاسماعيلي بالذات، دي من اصعب مباريات الدوري. اولا احنا خارجين من ماتش قمه خسرانين 5-3 صحيح، والمعنويات والنفسيات وحشه جدا. ثانيا النادي الاسماعيلي من 3 ماتشات ولا نقطه. فهو هيلعب معاك، هو عنده فتره التوقف ده ممكن يلم نفسه، جايب حمزه الجمل بيتهيألي رجع حمزه الجمل معاهم اللي هو ما تعرفش المهم ممكن يعني يعمل ايه. هم الاسماعيلي بيتشعلقوا باي حاجه، فانا بقول الماتش ده صعب جدا. والماتش ده مش محتاج برضو تغييرات كتير يعني مننا من الزمالك يعني. يعني انا بقول وجهه نظري ان انا ما يغيرش خالص في التشكيل، يلعب بالناس اللي هي جاهزه. خاصه انا بتكلم انه تغيير حمزه مثلا لو حمزه اصيب، لا انا اقول لك او مستواه في خلال المباراه مش جيد، مين اللي ممكن يلعب مكان حمزه؟ هو اقرب واحد اقرب واحد وجاهز في ناحيه اليمين زيزو. واستغل مصطفى محمد مكان زيزو في الـ في ممكن وانت ممكن يلعب زيزو على اساس ان هو عايز يكسب برضه يعني. يعني زيزو برضه بيعمل الناحيه الهجوميه كويسه والناحيه الدفاعيه كويسه، فممكن او ممكن يلعب امام عاشور ممكن عنده او عبد الغني، يعني عنده حاجات طبعا عنده حلول وقتها عنده حلول لما يجي هيلاقي مين اللي جاهز وهيبتدي. المهم ان هو مش هيخرج عن مجموعه اللعيبه دي، عشان كده اللعيبه دي لازم تقف يعني او تتمرن وتنتظم وننسى ماتش القمه دي خالص اكيد. ايوه وبعد كده هنلاقي النتائج كويسه، وزي ما انت شايف هم بيكسبونا لا كان خلي بالك احنا هنلعب مش هم كل اللي هيتلعبوا في الدور الاول في يعني في لغايه يناير بالتوقفات الدوليه الكتير دي هنلعب 8 اسابيع يعني.
فيعني ده هيخلي كمان انك تقدر تستعيد نفسك بسرعه طبعا يعني. طبعا ويرجع شيكابالا ان شاء الله. شيكابالا لسه في 1-12 لا شيكابالا حسب الكلام اللي عندنا يعني اللي قلناه النهارده في في بدايه البرنامج انه رابطه الانديه بلغت نادي الزمالك رسميا انه اذا جه يوم 30 نوفمبر واتحاد الكره لم يقدم طعن على قرار ربط على قرار لجنه التسويه يبقى يشارك من 1 ديسمبر خلاص ان شاء الله اللي هو 40 يوم على هيكون مرور 40 يوم يعني ان شاء الله ربنا يوفقه. كباتن في اسئلتنا الاخيره كده عاوز اسالكم على الدوري المصري ثلاث اسابيع او يعني خلاص خلصوا ايه رايكم فيهم كمستوى عام بقى؟ هل شايفين ان الموسم ده مختلف عن اللي قبل؟ مختلف الموسم ده جامد وقوي بادئ بقوه حقيقي يعني فوجئنا في الثلاث اسابيع الاولانيين كميه اهداف كتيره حصلت فرقه كويسه طبعا باستثناء طبعا نادي الاسماعيلي نتمنى ان هو يتدارك الموقف. بيراميدز واخد ثلاثه ماتشات بتسع بونت يعني هتلاقي السنه دي في فرق حتى الفرق البنك الاهلي لا في فرق ماشيه كويس وفي دلوقتي هتبقى صعبه بعد كده في المنافسه انا بقولها لك بصراحه للهبوط او للصعود للمراكز المتقدمه يعني هتلاقي البطوله نفسها الحصول على البطوله هيبقى صعب هيبقى هتلاقي والهبوط هيبقى فيه منافسه شديده هيبقى فيه منافسه شديده اللعيبه او الفرق تعامد كويس تعامد يعني جابت لعيبه وكل واحد جاب اللعيبه اللي مريحه وربنا يوفق ان شاء الله ما نشوفش مشاكل. مين النادي اللي فاجئ كابتن مصطفى؟ فاجئك سواء بالمستوى الكويس وفاجئك بالمستوى اللي مش كويس. لا انا شايف انه نادي البنك الاهلي بادي بدايه كويسه مع الكابتن خالد جلال مدرب محترم ومعاه الجهاز المعاون مش فاجئني يعني بدايه موفقه لي. شايف انه نادي الاتحاد السكندري برضو بادئ بداية التاني. كويسة رغم الخسارة من بيراميدز إلا أنه برضو ليه أنياب في الملعب خسران ماتش سموحة قوة الدوري اللي بنتكلم عليها كان 3-0 وتبقى النتيجة 4-4 دي حاجة يعني جامدة جدا صحيح. من مدرب ومن لعيبة زي نادي الاتحاد أنا شايف برضو نادي غزل المحله انه امبارح يكسب انبي 3-0 صحيح. يعني برضو من مش مفاجات الدوري لا يعني برضو كابتن عوده يعني مدرب محترم ويكسب 3-0 انبي وانبي كان بدايه كويسه برضو يعني الدوري قوي للغايه جدا جدا يعني احنا شايفين غزاره الاهداف خلال الثلاث اسابيع ممكن تقدر تقول في الثلاث اسابيع الموسم المواسم الماضيه ممكن توصل للاسبوع السابع او الثامن ما يكونش في اهداف العدد. بالشكل ده لان في ماتش الاتحاد وسموحه 8 اهداف امبارح الزمالك والاهلي 8 اهداف امال المحله 3 المحله 3 يعني على دار الاسابيع وبعدين 3-2 يعني البنك الاهلي كسب 3 طلع الجيش يعني يعني دوري قوي قوي جدا جدا نتمنى ان احنا نشوف يعني دوري قوي للاخر وزي ما بيقول الكابتن ناصر في منافسه شرسه على البطوله يعني اعتقد هو زمالك واهلي يعني بيراميدز مش هيقدر ينافس لنهايه الدوري هي المنافسه هتبقى زمالك واهلي حتى نتمنى ان يكون بيراميدز يكمل برضو في المنافسه نتمنى يعني لانه بيدي الدوري طابع تاني خالص لانه كنا بنشوف الزمالك واهلي واسماعيلي كان بينافس الاسماعيلي على فترات فكان ده قوه الدوري انما المنافسه بين زمالك واهلي برضو قوه الدوري بتبقى محصوره قليله شويه بيراميدز هتخش السنه دي يبقى ليها شكل ان شاء الله اشكركم يا كباتن على وجودكم معايا وسعيد جدا سعاده غامره ان شاء الله تعالى يعني نتواصل ونلتقي كثيرا الفترة اللي جاية إن شاء الله. طبعا احنا كان معانا الفقرة دي مع الكباتن الكبار نصر إبراهيم والكابتن مصطفى نجم وتكلمنا فيها عن أمور كتيرة جدا هنطلع دلوقتي الفاصل وبعد الفاصل بقى هنلتقي بالصحفي مش هقول لكم مين لازم تتفاجئوا معايا على الهواء اشوفكم بعد الفاصل. اهلا بكم مره تانية ومعانا في فقره النقاد الرياضيين الاساتذه الاصدقاء الاعزاء
الاستاذ احمد الاحمر والاستاذ نبيل امير نبيل. صباح الفل والجمال، اخباركم ايه؟ صباح الفل شادي، وصباح الفل على كل المشاهدين. طبعا صباح الزمالك، صباح الفل خلاص، احنا دخلنا جديد بقى خلاص يعني. صباح الفل على كلهم، مساء الفل على كل الناس. صحيح. ودايما قناه نادي الزمالك يعني انا متابع الحلقه من بدايتها وانت بتتكلم. لا كنت مبسوط من الحاله اللي احنا بنتكلم فيها، مباراه وعدت في اخطاء. صحيح. بنعترف بالاخطاء ديت. ثلاث نقط في النهايه، احنا لسه في بدايه الدوري، لسه فاضل 31 ماتش على بطوله الدوري. الموسم اللي فات رجعنا وتاخرنا شويه في النقط، وبعدين رجعنا وقدرنا في ماتشات وقعنا فيها وماتشات قدرنا نقف فيها. فكان عاجبني الحاله اللي انت بدات بيها حلقتك النهارده، انت بتقول للناس لسه بدري جدا، ماتش خسرناه كان في اخطاء موجوده نتعلم منها، في ايجابيات زي ما كان في اخطاء في المباراه كان في ايجابيات اكيد. مش هنقف عند ديت، احنا نقف ازاي نعدي المرحله دي ونكمل اللي جاي. الحمد لله ان في فتره توقف موجوده، فتره التوقف الدولي ديت هتدي فرصه لكارتيرون ان هو يصحح اوراقه، يشوف الاخطاء اللي عنده يقدر يعالجها ازاي. فدي حاجه مهمه لازم نقولها. انت في النهايه ماتش بثلاثة بونت، ممكن يكون ماتش الاهلي جاي بدري السنه دي، اول مره يتلعب في ميعاده وفي التزام ان هو يمكن ده كويس. يمكن ده كويس فعلا، عشان تقدر تكمل بعد كده وتقدر حتى في الدور الثاني هيبقى بدري، برضه هيبقى في مسافه ووقت. صح. حتى لو لا قدر الله الزمالك يتعادل او حاجه برضه يبقى عنده مساحه للتعويض في الدور الثاني. لكن اتمنى طبعا من اللعيبه يعني ان يبقوا عند حسن الظن، وبعد الكلام اللي قاله خصوصا يا امير بعد الكلام اللي قاله موسيماني ان الماتش الجاي بدل خمسه هيبقوا اكتر. ايه رايك؟ طبعا يعني تصريحات استفزازيه شويه، او ان هو خلاص بيعيش حاله نشوه ان هو فريق منتصر، فطبيعي ان التصريحات بتبقى من النوع ده. على العكس لما بيبقى خسران مباراه او فريقه خسران بيدور على اي اعذار، بيتكلم ان انا ما اتكلمتش، ان عندي غيابات ما اتكلمتش، بس دي اعذار بتبقى. لا ويسال الصحفيين مين مصدرك؟ بالظبط. مصدرك يعني مين؟ فدي يعني كلها خلاص دلوقتي زي ما بنقول دايما الفوز بينسي مشاكل كتير. فهو كان عنده مشاكل لغايه ان قبل المباراه ناس كتيره ما كانتش عارفه طريقه اللعب اللي هو بيلعب بيها ايه. لكن دي كره قدم عادي، ما فيش مشكله ان انت تخسر مباراه، وبيبقى فيها جانب كبير جدا من التوفيق. التوفيق ده عنصر مهم جدا في كره القدم. ممكن ان انت تبقى داي اوف خلاص، ان انت يعني العمليه الناس ممكن بتستغرب انت ازاي بيجي فيك هدف واثنين وثلاثه. ممكن يبقى حاله عدم تركيز، ممكن يبقى انت مش في المود، ممكن ان يبقى في اخطاء فنيه بتحصل من اللعيبه المفروض. صحيح. ان انت مش متوقع منها الاخطاء دي، لكن في النهايه عنصر اسمه التوفيق ده مهم جدا في كره القدم. لما بيجي فيك هدف بطريقه غريبه شويه في البدايه بيفتح المباراه قصادك، فاعتقد ان دي كلها عوامل بتقلي يعني بتخلي ان المباراه تخرج من ايديك شويه. ولكن في النهايه زي ما قلت وزي ما قال زميلي احمد ان هو طبعا مباراه بثلاث نقط خلاص، احنا بنقفل الصفحه دي وبنركز ان انت في اللي جاي لسه الموسم طويل يعني. صحيح. انا كمان وجهه نظري قلتها في البدايه انه لازم ناخد من النادي الاهلي، يعني النادي الاهلي لما تعرض لهزيمه ساحقه ولاكبر هزيمه في تاريخ اي نادي مصري في افريقيا 5-0 قدر. صحيح. يرجع ويستعيد نفسه بسرعه وياخد بطوله الدوري المصري، وبعديها لمده سنتين ياخد افريقيا ويبقى ثالث العالم بعد الهزه دي. فساعات الهزه الشديده دي تخليك تاخد حركه لقدام افضل بكتير، والنادي الاهلي مش بعيد عننا يعني. بص، هو تصريحات موسيماني بتدل على شيء واحد فقط، ان هو يعني مش مصدق الفوز اللي حصل. تمام. وان مع احترامي الشديد ليه، هو كان فاقد الثقه في قبل المباراه، والنتيجه الكبيره اللي هو حققها ديت وصلته حتى لو ممكن يقول اي كلام. يعني انا شايف اللي هو الكلام اللي قاله بعد المباراه، مع احترامي الموسيماني مدرب كبير وليه تاريخ وفاز وعمل بطولات والكلام ده كله، بس هو قال تصريحات بتدل على انه هو ما كانش متوقع النتيجه. النتيجه كبيره بالنسبه له، خليته في حاله من ان هو ايه بيقول اي كلام. لو رجعت ساعه ما موسيماني كان ماسك سان داونز وكسب الاهلي 5، ما قالش الكلام ده. يعني ما قالش ليه؟ الكلام ده ليه متصور قاله بقى المره دي؟ اقول لك، لانه المره دي ما كانش متوقع النتيجه توصل لكده. كان خايف من المباراه، ومع احترامي الشديد الاهلي لا يستحق الفوز
لان الاهلي انا شايفه من وجهه نظري الشخصيه ممكن الناس وانا كتبت دوت على صفحتي الشخصيه ناس كتير اعترضت على الاهلي لا يستحق الفوز والزمالك لا يستحق الفوز او الزمالك يستحق الخساره فعلا يعني لازم نبقى واقعي الزمالك يستحق الخساره خساره الزمالك لازم يستحقها بالاخطاء اللي حصلت طب انت عاوز تعادل يعني لا مستوى الفرقتين مش اللي هو المستوى اللي يبين ان المباراه فيها حجم الثمان اهداف اللي حصل دوت لا كان في اخطاء انا شايف ان فريق الاهلي كان تعب بشكل عشوائي كبير جدا الزمالك كان عنده اخطاء وبرده كان فيه هجوم بشكل عشوائي عندنا التمركز الدفاعي كان فيه اخطاء كبيره جدا لكن مش النتيجه اللي احنا شفناها دي ما تدلش ان الفرقتين عملوا ماتش هايل او ماتش جامد بالعكس انا شايف ان الفرقتين كانوا عاديين جدا هي الثمان اهداف اللي احنا الاول مره نشوفها في مباراه قمه ثمان اهداف وخمسه للاهلي وثلاثه للزمالك هو ده اللي خلانا نحس ان كان في ماتش جامد او في حاجه مختلفه في المباراه لكن لو جيت حللتها كاداء فني من الفرقتين او موسيماني عمل ايه في الملعب عشان يقول انا الماتش الجاي هفوز سته لا هو انا مع احترامي الشديد ما عملش ده بالعكس ده كانت تغييراته كمان اسوأ ما في المباراه وعمل تغييرات سيئه جدا اضاء المباراه بشكل سيء جدا فانا شايف ان هو التصريحات اللي قالها ديت يعني حلاوه المكسب اللي هو كان غير متوقعه كويس طبعا. انا شخصيا كنت اتقبل الكلام ده لو كان قاله الكابتن صلاح حفيظ على اعتبار ان ده يعني شغل الكابتن صلاح حفيظ انه يهزر يحفل اي كانت صياغه يعني يلاقي ده يعدي فيها لكن هتبقى موسيماني كان امر مستغربه جدا يعني لكن ماشي كويس اما نشوف بقى رد فعل لعيبه نادي الزمالك في الفتره اللي جايه كلها على التصريحات دي لغايه بقى ما يوصلوا لمباراه القمه مره ثانيه الفارق هدفين يا استاذ امير مش فارق اربع اهداف ومش فارق خمسه ليه تعاملوا مع الموضوع انه لا هو خمسه هو فائح الاهلي فاز 5-0 يعني وكان مفيش اجوان دخلت وكان الدفاع النادي الاهلي في الاهداف اللي دخلت يعني محدش اتكلم عن الاخطاء الرهيبه اللي توقع فيها النادي الاهلي ودفاعه زي ما بيتكلموا عن الاخطاء الرهيبه بالفعل اللي وقع فيها نادي الزمالك ودفاعه ثلاث اهداف حتى ضربه الجزاء اللي هم بيشكوا فيها انت ما تشوف الكره تلاقي حوالي اربع لعيبه حوالين سيف بيلطشوا في الهواء كده ما تعرفش مين خبط مين تمام وكره مصطفى فتحي وجون بن شرقي خلي بالك جون شرقي ده يعني لو في تحليل فني حقيقي يكشفوا عار دفاع الاهلي صحيح لان الكره عرضيه من اوباما لا من زيزو, يعني من زيزو لاوباما اللي واقف لوحده بدون رقابه اداها في ال 18 بهدوء جدا وعمل بلوك على محمد الشناوي كمان بالظبط ومفيش حد كيف بالوضع خالص وتعامله انه اكتساح هذه ان ازاي يدخل فيه خمسه ده كتير لكن مش اكتساح يعني مدمر ورغم ان موسيماني تغييراته كان عشان يحافظ على النتيجه يعني التغييرات اللي عملها موسيماني بالفعل اضرت الاهلي ما افادتوش بس ما حدش طبعا بيتكلم على الجزئيه دي لانه يعني في توجه عام ان انا اتكلم عن الفوز الكبير رغم ان هو اجمالا فرق هدفين بتتكلم كانك كسبت 2-0 اجمالا ال 5-3 4-2 ايا كانت النتيجه في النهايه فرق هدفين يكفي ان احنا نقول يعني نادي الزمالك طبعا في اخطاء في حاجات كتيره حصلت يعني كان المفروض ان انت تتجنبها في مباراه كبيره زي دي كان المفروض التحضير النفسي بقى اكتر من كده لكن في النهايه انت قدرت في الشوط الثاني ان انت يعني تتفوق على الاهلي بنتيجه 3-2 ده في الشوط الثاني عمليا انت تفوقت على النادي الاهلي ب 3-2 منهم يمكن الاهداف يعني حتى رغم توقيت الاهداف اللي انت جبت هدف في الدقيقه 51 ومصطفى فتحي اترد عليك بهدف بعديها بفتره قليله جدا عن طريق ديانج لكن في النهايه انت برده ما فقدتش ما تفكرنيش بالجون ده هو الجون ده للاسف يعني يعني كان في برضه اسوء يعني هو ازاي خسر وكل حاجه لكن الجون ده بالنسبه لي هو اكتر جون مسيء صحيح لانه يعني متروك لوحده جدا كل اللعيبه تايهه ومش عارف فين يعني نفس القصه بتاعت جون بن شرقي اللي انت بتحكيها نفس القصه بالظبط يعني التواب بتتفرج بتحط الكوره واقفين بنتفرج كان تمرينه وبنعلمه ازاي يحط الكوره يعني هي نفس القصه برضو يعني الفرقتين عملوا حاجات كارثيه بجد الفرقتين اخطاء كارثيه مبدأك صحيح ده لا يستحق وده لا يستحق وفي نقطه تانية مهمه برضو الناس ما خدتش بالها منها ان النادي الاهلي دخل فيه 3 اهداف دي برضو حاجه ما حدش اتكلم فيها كتير يعني انت دخل فيك 3 اهداف دي ما حصلتش يمكن السنه اللي فاتت غير مباراه الجونه اللي هي في ختام الدوري ومن نادي الزمالك لما فاز عليك برضو 3-1 الموسم اللي قبل كده وخماسيه صن داونز قبل كده فيعني سكور 3 ده ما حصلش فيك ان انت من فتره الاهلي يدخل فيه 3 اهداف فده مش بقول ان هو انت مش بقلل من
من فوزك انت كنادي الاهلي او ايا كان نتيجه المباراه، لكن في النهايه انت في الشوط الثاني ما تعاملتش بشكل كويس كموسيماني، وكان عندك اخطاء كان لفتك ان انت عايز، ويمكن لو كان في وقت اطول شويه او يعني العوده في النتيجه كانت اطول شويه وتجنبت حتى الهدف الرابع كانت ممكن الامور تبقى يعني اقرب من كده بكتير. يعني 3-1 مع بدايه الشوط الثاني كان ممكن لو انت يعني بجزء من التركيز تقدر ان انت ترجع من المباراه بسهوله. هو كان في حسن حظ رهيب بالظبط ده التوفيق اللي كنت بتكلم عليه في البدايه للنادي الاهلي في توقيت الاهداف، صحيح سواء الثلاث اهداف المتتاليه او حتى الجون الرابع اللي بعد تقريبا ثلاث دقائق من جون هدف مصطفى فتحي. انا متصور ان لو الجون ده يا احمد بتاع الرابع ده كان اتاخر او ما جاء يعني مش بجي مثلا بعد ثلاث دقائق، الزمالك كان استمر خمس ست سبع دقائق كمان، كان ممكن الامور تتعدل بشكل ثاني خالص. اكيد طبعا الجون بتاع مصطفى فتحي يعني برضه كنت سامعك عجبني التعليق بتاعك وانت بتقول كنا هنمشي بيه في الشارع. يعني جون حلو قوي، جون حلو قوي وفي مهارات وامكانيات لعيب وتسديد في حاجات جميله جدا، بس لا وعينه مفتوحه على الجون وعارف بيشوط فين، هو نازل زاويه صعبه. بص مصطفى فتحي قوه رهيبه، نازل هو عارف عاوز يعمل ايه، واخد باور وحماس ان هو انا النتيجه وحشه وانا لازم انزل اكون مؤثر ولازم يكون ليا دور في المباراه، فكان ده باين على مصطفى فتحي من ساعه ما نزل وبان على توقيت الهدف زي ما انت بتقول كده، ان لو الجون ده اتاخر 7-8 دقايق الجون الرابع دوت يعني اللي هو ما جاش يعني ما جاش اللي هو الجون الغريب قوي دوت، اعتقد ان 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 كانت حظوظ نادي الزمالك كانت هتبقى اعلى بكتير جدا. يعني شوف ده الجون بتاع مصطفى يعني طول الوقت لازم تشوفه ورا من الكاميرا الخلفيه يعني الابداع ده في الكاميرا ده جون بجد يعني جون جميل جدا. بص هنا الابداع الاستلام راح ازاي بن شرقي ولف ماشي بص هو وضعه كمان يعني وضعه في مكان واقف الكاميرا نفسها اتخضت على فكره يعني هو الوضع والمكان اللي هو موجود فيه واستلام الكوره وسرعه والشناوي والقرار اللي هو محمد الشناوي طبعا حارس مرمى كويس وممتاز وكل حاجه، لكن هو مش عارف في مباراه الزمالك سواء جون شيكا او جون مصطفى اللي هو ينظر اليه في الشبكه دي ضربه الجزاء دي اللي احنا بنقول عليه اخطاء كارثيه. بص في زحمه دي على سيف موجود حواليه لا في لقطه تاني لو جت يعني لقطه وهتيجي في الاعاده بص اللعيبه بتشد رجلها يعني بيعملوا خبطوا خلاص خبطوا لا في لقطه قبليها معلول سحب رجله الاول يعني قبل دي في لقطه كده سحب رجله يعني هو خايف انت ده دليل ان في عدم تركيز عدم تركيز وفي تخبط موجود وهي انا بقول ما زلت بقول جت بالصدفه ويا عم موسيماني احنا هنقابل بعض هنقابل بعض والدور الثاني موجود وهنشوف هشوفك بس انت ما تستعجلش بس يعني عايز اقول يعني ايه موسيماني ما تستعجلش انت لسه عندك ماتشات كتير لسه عندك تقريبا قبل ما يلعب الزمالك تاني فاضل 14 ماتش وماتشين فاضل 16 ماتش قبل ما يلعب الزمالك تاني فاضل 16 ماتش محدش عارف هيبه موجود ولا لا مش عارف يعني هو انت وجودك اصلا في المكان هيصبروا عليك ويستحملوك ولا لا يعني انت كان في ماتش برضه يعني عند الجماهير لقطه هو طبعا بيدور على الدعم المعنوي جماهيري لانه يعني الفتره اللي فاتت جمهور النادي الاهلي طبعاً. كان غضبان وانت عارف ان اداره النادي الاهلي مياله لكلام الجمهور فيعني الراجل فهم الكلام ده فحاول برضه يعمل مشهد للجمهور مشهد درامي بتاع انا هكررها لكم تاني عشان يستحملوا لغايه بالظبط لغايه الدور الثاني صحيح. طيب تعالوا نروح لاختيارات كارلوس كيروش النهارده وبعد استبعاد محمد شريف المره اللي فاتت وقفشه حسيت ان في ناس جالها صدمه من الاعلاميين والجمهور صدمه بمعنى كلمه صدمه مخضوضين وفي ناس لطشت في الكلام كمان. المره دي مش شايف كده خالص من نفس الاشخاص اللي كانوا مصدومين صدمه العمر من استبعاد ازاي يعني يستبعد قفشه وازاي يستبعد شريف ولا عشان قفشه وشريف رجعوا فمبقتش فرقه مين اللي يبقى موجود. بص انا يعني شفت القايمه وجالي يعني دهشه كده هو طارق حامد فين؟ صحيح وزيزو فين؟ صحيح ولا يمكن احنا ما كناش شايفين زيزو امير يعني انا في الاول شفت طارق ما شفتش زيزو مش عارف يعني انا شفت ان طارق مش موجود ما خدتش بالي ان زيزو الاخر مش موجود انا ما خدتش بالي من الاثنين في الاول يعني الاثنين ما خدتش بالي اللي هو ايه هو انت مش متوقع ان الاثنين دول يبقوا بره يعني ما خدتش بعدين لما ركزت كده شويه ايه ده بيقولوا زيزو وطارق حامد مستبعدين فجيت ابص على القايمه تاني يا نهار ابيض ازاي صحيح
ازاي؟ طب يعني هو زيزو اول ماتشين في الدوري مع احترامي، انت اتفرجت على الماتشات الدوري ولا ما بتتفرجش بقى؟ اصل انا حاسس ان هم ما بيتفرجوش في المنتخب يعني، انا حاسس ان هم ما بيتفرجوش زي يعني ولا ايه؟ او احنا كنا بنتفرج على ماتشات تانية او ماتشات قديمه، ما هو لا يعني احنا مش فاهمين لو هم لا كروش عبقري لا احنا عبقره وكروش مش عبقري، يعني ما لهاش حل غير كده. او احنا اتفرجنا على ماتشات قديمه وهم اتفرجوا على ماتشات تانية يعني زيزو بالذات تحديدا زيزو من بدايه، سيبك من الموسم اللي فات كان كويس وكده، بعد معسكر المنتخب يعني مثلا زيزو 3 احراز 3 اسيست بالظبط، بس لانه يمكن في مركز صلاح فهو مش غير صلاح، بس لازم يكون في بديل. ما هو برضه من شويه برضو يعني كنا بنتكلم ان مرموش لوحده، طب جيب زيزو يبقى ممكن يبقى احتياطي، وهو لعب بيه في الماتش الودي على فكره، جربه ناحيه الشمال يعني جربه في المباراه الوديه ناحيه الشمال اللي كانت قبل الماتشين بتوع ليبيا. صحيح. فانت النهارده يعني بتستبعد زيزو، ايه المبررات عشان استبعاد زيزو؟ هل في حاجه جديده عملتها او دخلت لعيبه جديده في المكان دوت؟ مفيش. طيب طارق حامد ايه استبعاده؟ يعني انت برضه ايه القرار اللي انت واخده في استبعاد طارق حامد؟ انا شايف ان هم قرار غريب جدا، واعتقد ان تبريرات الجهاز الفني هتكون برضه يعني هي غريبه. هقول لك دي وجهه نظرنا الفنيه واحنا شايفين كده، وكل لعيب عنده فرصه بلا شك هي وجهه نظر فنيه. انا ما عنديش مانع، انا بتكلم على رد الفعل، الفرق بين رد الفعل بتاع الحق ازاي يا نهار ابيض مفيش قفشه مفيش شريف عادي مفيش مشكله، يعني اختيارات المدير الفني اختار اللي هو عايزه من نفس الاشخاص. يعني ما عنديش مانع ان تبقى عندك انفصام في الشخصيه، بس ابقى عارف يعني انا عرفت دلوقتي، يعني انا دلوقتي عرفت ان هناك من البعض عنده انفصام في الشخصيه، شايف انه يا نهار ابيض ازاي ما ياخدش شريف وازاي ياخدش قفشه اللي هو، وازاي ده لعبه في الماتش الودي وجابوا جوان وعملوا 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 وتستبعدهم وده ويتكلموا والكل يتكلم فيه، ما تدخلش استوديو الا لما تتسال ايه رايك في ان كارلوس كيروش ما خدش محمد شريف وقفش، فطبعا لما اسالك السؤال ده غصب عنك هتجاوب الاجابه بتاعتي يعني هو كده. هي الفكره كمان يا استاذ شادي، انا دلوقتي انا كمشاهد هل انا مطالب ان انا اصدق كاعلامي او كايا كان الشخص اللي كان بينتقد غياب قفشه ومحمد شريف عن قائمه المنتخب اللي فات، هل اصدقه ان هو المره دي شايف ان استبعاد اثنين من العناصر المهمه سواء مع فرقهم او مع منتخب مصر نفسه ده استبعاد عادي؟ هل ان انت ما تتكلمش في ده، هل ده برضو انا شايفه ان انت هتبقى فير بالنسبه لي؟ فانا اعتقد ان في يعني تناقض رهيب في الجزئيه دي تحديدا، يعني حتى بالنسبه لزيزو يمكن زي ما قال احمد هو فعلا من ابرز عناصر الفريق دلوقتي، فان ايه اللي انت شايفه ان هو مش مميز فيه؟ ممكن حته مركزه بس زي ما حضرتك بتقول ممكن يوظفه في اكتر من مكان، ممكن يبقى عندك اختيار لاي سبب لاي يعني احتياج ليه في الفتره الحاليه. طارق حامد من اللعيبه اللي مستواها يعني شبه ثابت في فترات كبيره جدا. الكابتن مصطفى نجم امير كان عنده وجهه نظر في الفقره اللي قبل دي انه ما اعتمدش نهائيا على زيزو، واعتمد فتره بسيطه قوي على طارق حامد، فعشان كده ممكن يبقى كان دي احد الاسباب. انا ما عنديش مانع طبعا ان هو كاس كروش فليتحمل مسؤولياته، يعني هو في الاخر اللي هيشيل الشيله مش انا، لكن انا بتكلم على التناقض اللي موجود. لكن مش هي دي برضو المشكله في اللحظه دي، كروش لما اختار المره اللي فاتت في بدايه معسكره اختار مثلا احمد سمير ومهند لشيد، ما اخترهمش خالص المره دي، لكن فاجئنا باحمد ياسين يعني لاعب البنك بلاعب البنك الاهلي. هل انتوا شايفين انه كيروش ليه وجهات نظر معينه فنيه هو يبدو ان ليه يعني في الاختيارات وانه بيفاجئ، ولا هو بجيب اللاعب ده اشوفه كده هل هيقدر يمشي في الترس هيقدر يشتغل معايا او على الاقل اجربه عشان اما احتاجه بعد كده، ولا دي من باب التجربه وان انا عندي عدد اضم فيه لعيبه يعني كجزء من مكافاه الاداء مثلا؟ هو انا عندي قناعه ان برضه بيبقى جزء منها كبير من الجهاز المعاون، يعني برضه لما جهاز المعاون بيشوف يعني برضه ما ننساش ان كيروش ما بقالوش كتير في تدريب المنتخب مصر، خاصه في قائمه ليبيا مباراتي ليبيا كانت في بدايه اكتوبر، وكان هو قبل المباراه جه تعاقد بفتره بسيطه جدا، فبالتالي اختار العناصر اللي كانت متاحه قصاده. بس الجهاز المصري انا متاكد زي ما قلت لك انه قاعد قصادكم مش هم اللي مشوا وخرجوا محمد شريف دي قرار بالظبط، فبالتالي طالما هو صاحب قرار زي كده يبقى صاحب قرار في الباقي.
وجهه نظر طبعا ان هو ممكن يبقى اختاره، ولكن اكيد بيبقى يعني في ترشيحات يعني ممكن يعني فعلا فريق البنك الاهلي بيأدي بشكل كويس جدا. احمد ياسين انا اتفرجت عليه من اللعيبه الكويسه على فكره، ما اعترضتش بالعكس، انا شايف ان ده على فكره على وجهه نظري انه احد اسباب حلاوه الدوري بالظبط كروش بنختار مهند واحمد سمير يعني ما هتلعب ده اختيار النهارده احمد ياسين كمان يعني بيقول لهم لا انا ممكن اضم ناس. لا ده اللي انا ده اللي انا اعتقد ان كوش بيفكر بالفكر دوت، وزي ما امير قال هو لسه بيشوف تمام، وزي ما انت قلت هو انا اللعيب ده انا ممكن اخده ما يمشيش معايا في المنتخب، ما يمشيش مع ترس المنتخب، فانا لازم ادخل كل شويه عناصر. انا ممكن اجيب لعيب هو كويس في الدوري بس الاقي لما في معسكر المنتخب مش ماشي معايا، مش بيديني اللي انا عايزه، فهو لسه بيجرب، هو في قوام هيعتمد عليه، وفي نفس الوقت انا بشوف بقيه اللعيبه، لانه خلي بالك هو برضه عنده بطوله عربيه فعاوز يحسم امره في بعض اللعيبه ده، لو شاركنا فيها واستمرت المشاركه فيها ولحد دلوقتي هي قائمه، هو عاوز يجرب اللعيبه في البطوله العربيه، عاوز يشوف مين اللي هيكون موجود معاه. ففي عناصر هو بيدخلها كل مره يجربها يشوفها ويديها فرصه، وده بيدي انا شايف ان حاجه كويسه بصراحه ان طبعا ما تقفلش القايمه على ناس معينه وهم هم نفس العناصر. هو مش قافل القايمه لكن يبقى قافل التشكيل، هو التشكيل ده شيء يعني ممكن يعني هو حافظ على التشكيل بتاعه وثبات التشكيل دي بس القايمه تبقى مفتوحه وفيها ناس بتخش وناس تخرج، برضه ناس تخرج وتدخل بمنطق، يعني ما نتفاجئش مثلا ان هو مثلا يجي الماتش الجاي نلاقيه مستبعد احمد حجازي، طب ليه؟ نلاقيه مستبعد، يعني احنا كلنا قلنا لا محمد شريف حقه انه يكون موجود في منتخب مصر، راجل هداف الدوري، مخلص هداف الدوري ماشي كويس، كلنا استعجبنا ان هو عشان النهارده احنا بنقول برضه احنا مستعجبين من خروج زيزو، هو احسن لعيب في فرقه الزمالك وقايم بادوار كتير، ما تفاجئنيش انت مستبعد لعيب، يعني ما ينفعش ان انت تخرجه حتى لو انت عاوز تجرب وكده، بس عندك قوام اساسي، قوام لعيبه بتجيبها، ما انت في لعيبه بتلعب بره محترفين، مع احترامي الشديد ليك انت جايب المحترفين دول ليه؟ ما شفناش منهم حاجه. قالوا هيضم احمد حمدي بس ما شفتش اسمه، ولا ضم احمد حمدي من كندا في كندا؟ لا 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 مش موجود احمد حمدي. يعني انت بتجيب لعيبه محترفين بره ما عملوش حاجه مع المنتخب، بعت له استدعاء، يبعت له انه هيستدعيه، لكن في الحقيقه يعني عشان 15 يوم عشان 15 يوم المواعيد القانونيه وفي الواقع لم يستدعيه، يعني هو طبيعي ان هو يبعت له كل المحترفين اللي بره، ادام هو هيفتح للعناصر المحترفين وفي النهايه بيختار القائمه النهائيه اللي هو ايه اللي هو هيختارها. لكن انا يعني هو حاجه كويسه ان هو بيدور للعيبه وبيدي امل للعيبه كتير في الدوري، في لعيبه كتير تستحق ان هي تكون موجوده في منتخب مصر من بره الاهلي والزمالك ومن بره بيراميدز، يعني في لعيبه كتير بتدي حافز للعيبه بتدي حافز، يعني انت لو قفلت الموضوع على نفس اللعيبه اعتقد ده كان من ضمن الحاجات اللي في عهد كوبر كانت مشكله شويه، وفي فتره اجيري برضو كانت مشكله ان اللعيبه عارفه هم دول اللي هيروحوا، انسى مهما تعمل في ده مش هتعمل حاجه، مش هتروح. فدي حاجه كويسه، هو يعني في زي ما في ايجابيات زي ما في حاجات احنا بننتقدها في اختياراته، في برضه ايجابيات عند الراجل برضه احنا شايفينها، اداء المنتخب. انا عاوز اعمل فصل، انا مش ما بنتقدش اختياراته، انا بنتقد التعامل مع اختياراته الاعلامي، ده هو حر، هو وجهازه المعاون يختاروا ما عايزينهم، في الاخر اصحاب المسؤوليه تمام. اب انا شايف ان طارق حامد المفروض كان يلعب اساسي معاه، لكن هو ما كانش بيلعبه اساسي من اساسه أصلاً. او ان انا شايف ان زيزو يلعب هو برضه ما لعبوش، لكن دي وجهه نظري انا، لكن هو وجهه نظره الفنيه، لكن انا بتكلم على التعامل بعد الخروج، اللي هو زي ما انت تقول احنا لما الناس اتكلمت عن قفشه وشريف اتكلموا منطق ان ده محمد قفشه بيعمل اداء محترم، عامل كذا كذا كذا، ده محمد شريف هداف الدوري عامل كذا كذا، فبرضه في المنطق بتاعنا ان لا طارق حامد مجهود واداء، وحتى في ماتش امبارح احمد زيزو 3 أهداف 3 أسيست، يعني الأمور كلها في إطار إنه لا نفهم يشرح لنا وما يشرحش حاجة تانية، لكن الماتشات اللي جاية أيا كانت تبقى إمتى بقى كأس عرب أو غيره هنشوف برضو الموضوع. يعني كمدير فني كان مستر كيروش إن هو فاز في المباراتين اللي فاتوا طبعا، فبالتالي بقى ده حلو على فكرة، بقى ده حلو بالظبط، يعني دي حاجة ما ننكرهاش إن هو إدانا شكل كويس مقارنة بالفترات اللي سابقة، مع احترام طبعا للجهاز الفني السابق، ولكن يعني أدى بشكل كويس، ف هنشوف ايه اللي هيأديه الفترة. صحيح. طيب هنطلع لفاصل دلوقتي ونرجع نكمل كلامنا بقى في كارلوس كروش واختياراته وامام عاشور واختيارات المجموعة بتاع او لعيبة نادي الزمالك، تعالوا بعد الفاصل نكمل كلامنا. و
ورجعنا لكم مرة تانية ومعنا النقاد الرياضيين أحمد الأحمر والأمير نبيل. وكنا اتكلمنا في الفترة اللي في الفقرة اللي قبل كده عن اختيارات كروش والتعامل الإعلامي في ازاي محمد شريف وقفشة ما يتضموش، وازاي دلوقتي عدم الاهتمام خالص ان طارق حامد زوزو ما انضموش، واتكلمنا في الموضوع. تعالوا بقى نروح لاختيارات كارلوس كروش نفسها للعيبة نادي الزمالك. يعني كان في البعض بيقول انه محمود علاء مستواه في الماتش بتاع امبارح مش جيد، هو وامام عاشور. النهارده الصبح او الظهر لقينا كارلوس كروش بيضمهم للايه المنتخب، ودي هما لعيبه ممتازه وكل حاجه. وطبعا واضح ان كروش ما اختارش بناء على ماتش امبارح، يعني ان كان ترى يعني ان امام كان وحش او محمود، هو كل كان وحش يعني، مفيش واحد كان حلو يعني بشكل عام، عشان ما يحملش المسؤوليه الواحد يعني. لكن انت وجهه نظرك ان اختيار لعيبه الزمالك من كروش مبني على ايه؟ اللي هو بقى حمدي محمود حمدي واحمد فتوح ومصطفى فتحي ومحمود حمدي وامام، واسف محمود علاء وامام عاشور. بص هم لعيبه الزمالك ماشي؟ طبعا. عشان مش عارف يعني احنا اتكلمنا قبل الفاصل. بص تماسك انا بتماسك. بص كل اللي نقدر نقوله هو شايف حاجه احنا مش شايفينها. تمام؟ في بعض الاختيارات شايف حاجه احنا مش شايفينها، ايه هي؟ مش عارفين. يعني هو عنده اسبابه وعنده مبرراته وعنده فلسفته الخاصه في الاختيارات، لكن احنا ايه اللي هو عمل بيه بناء عليه الاختيارات؟ لا، في اختيارات منطقيه واختيارات طبيعيه وده وضعها الطبيعي، وفي اختيارات غريبه مش على ماتش القمه. وفعلا لو هو هيختار على ماتش القمه هيطلع لعيبه الاهلي والزمالك الاثنين بره. انا ده قناعاتي الشخصيه. تمام. يعني هيطلع الاثنين بره، الاثنين غلطوا واثنين مش في مستواهم، فهو كان واخد قناعات على قبل كده. ايه القناعات دي بقى؟ احنا مش عارفينها. في بعض الاختيارات، بس انا هقول لك حاجه يا احمد بنقطع كلامك يعني، لكن محمود علاء بالنسبه لي يعني الاربع ماتشات اللي هم الاثنين افريقيا والاثنين اللي هم قبل ماتش القمه، لا كان بدا يستعيد مستواه المعروف بالظبط، فممكن يبقى برضو مباراه في وسط الحكايه كبوه يعني. لو هو يعني حتى محمود ما كانش الاداء السيء، المجمل بتاع الزمالك كله كان سيء، ما بتقدرش تحكم على واحد بالظبط يعني. امام هو ده اللي ممكن تستغرب له، لانه امام طول الوقت بيتغير، هو اول تغيير عند كارتيرون. ما تعرفش هل بسبب اداء ولا بسبب ان هو لياقه بدنيه قليله مثلا، مش فاهمين برضو تغييرات كارتيرون. لكن الراجل اختار المجموعه دي، فالواحد ما زي ما انت تقول ما حدش يقدر يحكم حكم هي على اسباب الاختيار يعني. ما هي دي اللي احنا بنتكلم فيها يعني. يعني انت مثلا محمود حمدي روش مش هتعرف تتكلم عليه، ده حقه. مصطفى فتحي راجل من السنه اللي فاتت مع سموحه ومن السنه من ساعه ما جه الزمالك وهو بس استبعدوا الماتشين اللي فاتوا، بس حقه، مستواه كويس جدا ولعيب مؤثر بشكل كبير جدا، كان سواء مع سموحه او مع الزمالك لما رجع الماتشين برضه دول ليه تواجد. فتوح برضه لعيب اساسي وليه دور كبير جدا. محمود علاء ممكن زي ما انت بتقول برضه ان هو الراجل عمل ماتشات بدا يستعيد مستواه بشكل كبير جدا، ومنتخب مصر عنده مشكله في الحته دي، ومحمود علاء لفتره طويله كان لعيب اساسي، فانت بتصدق ان هو يرجع لمستواه عشان تبدا ايه تدخله الاجواء تاني وتسد العجز اللي عندك في المكان دوت في المنتخب. لكن امام عاشور يعني كان يعني امام لعيب كويس ولعيب جيد وكلنا يعني مستقبل لنادي الزمالك، ولسه هيكسب خبرات اكتر وهيبقى ليه ادوار اكتر مع الزمالك، بس مش هو اللعيب اللي يعني هو مش افضل من طارق حامد. لو انت بتختار في الحته دي مش افضل من طارق حامد. هل هو اختاره على المنطقه دي؟ ما هو بيلعب ايه؟ هو انت لو بتتكلم هو بيلعب 8 مش 6 8 ما لسه كيوش بيلعب 8 و6، هو ما بيلعبش 8 هو بيلعب 6، الاثنين تحس ان هم جو من افضل ادوار يعني. الاثنين اللي بيلعبوا في المنطقه هو بيلعب بالثلاثه خط وسط 4 3 3 دي طريقته. اثنين منهم ثابتين وواحد بيتحرك اللي هو السوليه والنني وعبد الله السعيد، دول كانوا اخر بالعكس انا شايف انه كان بيوقف النني بس عشان كده كان بيعطل بيأخر دخول اخونا طارق. لكن انت ممكن تتفاجئ انه عبد الله السعيد يبقى هو اللي جنبه امام مثلا، ممكن تبقى وجهات نظر هي دي جزئيه يعني. برضو بس يعني المهم في الموضوع زي ما قلت يا استاذ شادي التشكيل، هل هي الاختيارات دي هتعكس اي تغيير على التشكيل؟ صحيح. اعتقد ان ده مش هيحصل بنسبه كبيره يعني. انا مثلا لما بنتكلم في خط الدفاع او خط لو مسكناه من حراسه المرمى محمد الشناوي اللي هيلعب، دي قولا واحدا من ماله هو اللي هيلعب محمد الشناوي.
ما ده داخل فيه ثلاثة وداخل فيه خمس، ايه الجديد؟ لا يعني هي قناعات وبعدين ستة. انت لا ما هو هنا الفكرة يعني لو انت قناعات المدير الفني على مباراة كانش خد حد خالص زي ما بالزبط. احمد قال صحيح، لكن هي قناعات على عام، فبالتالي ابو جبل اداؤه في الفترة اللي فاتت كان عامل ازاي، ثم ان محمد الشناوي نفسه ما كانش بيلعب صحيح، يعني اداؤه لسه راجع، دي اول لسه مباراة. راجع اول مباراة ودخل فيه ثلاث اهداف عشان بس نبقى اول بالزبط. كلام كده صحيح، ومحمد ابو جبل دخل خمس اوكي، لكن ايه بقى المستوى الفرق الفظيع؟ ما هي دي المشكله يعني، وده غلط وده غلط صحيح، هي دي الفكره. بيثبتوا مركز حراسه المرمى، هو ثم الاداء كمان ابو جبل في ماتش ليبيا الاخير بعد ما اتغير عمل اداء محترم، وابو جبل كان اداؤه قبل كده كان افضل كمان يعني في الماتشات اللي فاتت كان اداؤه كويس جدا يعني امبارح يعني برضه زي ما بنقول زي ما يعني احنا متفقين كلنا ان ما ينفعش تقول ان فلان هو اللي غلط او فلان هو اللي كان عنده الأخطاء، هي مجمل هي مجمل هي مجمل تمام. فبس هي انا مع امير برضه على فكره ان الشناوي هو اللي هيلعب بالظبط، دي قصه ثانيه. انا ما عنديش مانع، انا بتكلم في منطق انك انت الشناوي هيلعب بناء على ايه. انا لو كارلوس كروش بتفكيره اللي باين بالنسبه لي هيلعب ابو جبل، لا ما 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 اعتقد صعب. ليه؟ لا صعب ليه؟ ممكن نحسبها ولا انت ناسي عصام الحضري؟ بس انتوا الاثنين ناسيين عصام الحضري. لا انت ناسي، انت قلتين ناسي عصام الحضري. لا انت كلمه قلتها في البدايه واحنا بنتكلم عن بدايه التشكيل والاختيارات، قلت هو هيغير في القوائم في القايمه بس مش هيغير في التشكيل. ايوه انت قلتها، بس هو في جزئيه ثانيه يعني يمكن ايوه، ما هو التشكيل الاساسي بالنسبه لي اللي هم الطقم المحترفين ده اللي اكيد ما بيغيرش فيهم، والمحليين برضه ارجع تاني واقول لك عصام الحضري مهم جدا في الموضوع ده. ماشي انا متفق معاك جدا يا استاذ شريف في الجزئيه دي، ولكن انا سمعت تصريح الشناوي امبارح بيسالوه عن اصابته مع المنتخب والقصه دي، ما حبش يورط جهاز المنتخب باي شكل من الاشكال، واتكلم في ده تمزق يعني مجهود زياده وخلاص يعني. هي بس اللقطه اللي هو خارج اثناء تبديله في مباراه ليبيا ان هو اللي هو انا قلت لك اللي هو عارف يعني بيورط عصام الحضري بشكل او باخر ان هو كان عارف ان عنده اصابه وبيلعب، لكن اعتقد ان ايه رايك في اللاعب اللي او الحارس اللي عنده اصابه ويلعب؟ لا طبعا في ماتش مهم ما ده خطا، بس انا اتصور بحسب معرفتي للدكتور محمد ابو العلا معرفه شخصيه مستحيل يلعب وهو كان يوافق انه يلعب وهو مصاب. الشناوي ما كانش مصاب، قلت لك دي بقى محدش فاهم قلت لك دي ايه، ما هي دي برضه كان لازم يبقى في ساعتها توضيح يعني قولا واحدا من الجهاز الفني للمنتخب مصر يوضح والله حصل كذا 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 والاصابه اثناء المباراه ومين الحارس نفسه عشان برضه يحسم الجدل في القصه دي. يعني انا بيقولوا لي انه قال له بعد كده او شرح بعد كده ان انا ما قلت لك ما شوطش كور السبت، بمعنى ان انا ما شوطش كور السبت يعني عندي حاجه بالظبط. ما فيش حارس مرمى مش هيقول انا يعني مش هشوط كور ثابته يعني اعتقد ان دي حاجه صعبه الا اذا كان هو فعلا مش 100% سليم. مش 100% سليم طب يلعب ليه؟ ما ده برده سؤال. حتى في رجوعه في مباراه القمه برده كان في اقاويل يعني بتتردد ان هو برده ما كانش يعني سليم 100%، ولكن هو داس على نفسه في التدريبات الاخيره اللي قبل القمه عشان يبقى موجود على حساب علي لطفي. فيعني اعتقد ان انا مقدر تمام محمد عنده 35 سنه ومفيش مساحه ان هو الرفاهيه انه يقعد بالزبط. احتياطي او يتاخر يعني. والموضوع كله محمد بدا من 2018 قصاد اوروجواي اول مباراه، فحابب ان هو يستمر ويعمل تاريخ ودي حاجه تحترم فيه، لكن انا بتكلم على كارلوس كروش نفسه وعصام اكيد محمد عايز يلعب. طب امر طبيعي جدا ان الشناوي عايز يلعب طبيعي. لكن انا بتكلم على هل كارلوس كروش اللي ختم بيه اللي هو ابو جبل اللي هو ما حصلش حاجه، هو دخل فيه خمس دخل فيه خمس، والتاني اللي واخد فيه ثلاثه في نفس الماتش يعني مش بقول وفي اخطاء من ده وفي اخطاء من ده، يعني محمد الشناوي عنده اخطائه وابو جبل في نفس المباراه، فبرضه الاختيار غريب ومش مفهوم بالنسبه لي لو انت تلعب الشناوي. قد يكون تراكمات لفتره سابقه يعني احنا برضو بنحاول نفسرها ان انا عندي حارس مثلا مستوى فترة ان هو بيلعب معايا بشكل اساسي الفترة سابقة فانا هعتمد عليه عن رجله في الملعب بلغة الكرة مع منتخب مصر حتى لو غايب يعني كل دي مبررات قد يعني يخرج بيها جهاز الفني منتخب البنهاوي مصر. البنهاوي بيؤكد على حاجة كمان دلوقتي في الاربيس ان الشناوي امبارح ولا كرة ثابتة شاطها لاما بتتلعب قصيرة لاما حد بيجي يلعبها، فيبدو ان لسه الموضوع فلو عشان كده هل عصام حضري هيجبره انه يلعب الكور؟ لا لا هي بص الشناوي هيلعب والحضري اللي هيبقى حريص على ان الشناوي يلعب
عشان ما يخسرش الجمهور اللي بيهاجم جمهور الاهلي. هو خسرانه في جميع الاحوال. لا 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 انا برضه بقول لك لا 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 خسرانه في جميع الاحوال. هتفرق معاه؟ شوف لو بص عمل ايه خسرانه. هو خسرانه بس هو هيعمل كده عشان ما يفتحش الموضوع دوت، وجهاز المنتخب هيبقى حريص ان الشناوي يلعب عشان يداوي مباراه مثلا ومباراه ثانيه ممكن عشان يداوي عن القصه اللي انت عايز تنبش فيها دلوقتي، اللي هيطلع كل السوشيال ميديا دلوقتي تقول ان الاستاذ شادي عيسى كان بينبش في موضوع وفتح فيه الكلام. لا ما ينبوش، اقول حقيقه. هيطلع يقولوا كده دلوقتي تمام. بس انت بتتكلم في حقيقه، بس عشان يردموا على الموضوع ده الموضوع ما يتقفلش يعني، الشناوي هيلعب اساسي وممكن في مباراة تانية يلعب ابو جبل، يعني هيبقى فيها توازنات. انا اعتقد هيبقى فيها توازنات. برضو انت مصمم على انه كارلوس كروش بيسمع كلام اللي حواليه؟ لا مش 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 بيسمع بكلام اللي حواليه، ما زال بياخد برايهم ومستمع ليهم، لكن في النهايه هو بياخد قرار. وما فيش مدير فني يعني بيتجاهل اللي معاه 100%، يعني دي حقيقه ثابته. اي مدير فني برضه حتى في مركز حراسه المرمى بالذات لازم بيبقى عنده مدرب حراسه المرمى. صحيح هو في النهايه الاختيار بيرجع ليه هو كمدير فني، هو اللي بيختار التشكيل من اي تو زد، لكن في النهايه راي مدرب حراسه المرمى بيبقى مهم بالنسبه له. قصه حسام الحضري انا متفق معاك تمام، مهما عمل برضه هيبقى بلاك ليست بالنسبه لجماهير النادي الاهلي. بس هيختار الشناوي؟ ماشي هيختار يا سيدي. عرفنا خلاص. عرفنا يا عم. طب وليه التشكيل؟ لا ما التشكيل هو نفس التشكيل. ايوه الاشرف يلعب. طيب هو مش اتبدل امبارح بقى دايما ايمن اشرف؟ ممكن يطلعه بقى التشكيل. لا بدل بس يعني لا هو يلعب فتوح باك شمال. لا اعتقد ان حجازي والونش هيلعبوا، وفتوح هيبقى موجود اساسي، لان فتوح ختم بشكل كويس جدا وادى الجهاز الفني للمنتخب الحته اللي كنا بنفتقدها في مركز الظهير الايسر، اللي هو الظهير الايسر اللي عنده قدرات بدنيه عاليه، يقدر يهاجم، بيقدر بيعمل اختراقات. طب هو ضمن ايمن اشرف بأني مركز؟ للاثنين، ودي حاجه بتبقى كويسه ان انت بيبقى عندك لاعب يقدر يجيد في كذا. طب هو ايمن اشرف بيلعب باك شمال اساسا؟ لعب باك شمال دلوقتي في الوسط الاخيره. لا ماشي بس هو بيجيد. يعني انا دايما ما عنديش مانع، انا دايما بقول انا راجل جديد ما شفتش ايمن اشرف من اساسه بيلعب باك شمال. كده الجهاز الفني اداله معلومات ان هو بيلعب او انه واخده ومساك. لا بقرار منه ماشي، قرار منه مساك، بس خلي بالك ده بيلعب باك شمال عنده كتير اصلا في مركز المساك. ما احنا برضو ما دي مشكله، انت بنتكلم في اثنين هيلعبوا خلاص. مش عندك اكتر من كده. الاكتر الاقرب طبعا حجازي والونش. مظبوط. عندي محمود علاء بره لو احتجت من الاثنين، مش هبدل في المركز ده بالذات، حساس ما بقدرش ان انا ابدل فيه كتير. فحتى لو انا عندي يعني تشكيل شبه ثابت من ماتشين ليبيا، فاعتقد ان انا هحافظ عليه او هحافظ على يعني التشكيل الاكثر قربا منه في الخط الخلفي بالذات. لذلك انا شايف ان هو الاقرب ايمن اشرف. صحيح ان هو ما شافش ايمن اشرف وهو بيلعب مكان فتوح يلعب، انا شايف كده يعني. ممكن يكون قالوا له بقى الدليل قالوا له لا اشك في قالوا له بتاع فتوح دي بالذات. هي لا فتوح، انا اعتقد ان هو فتوح يا امير اللي هيبقى موجود. هو الراجل في ماتش ليبيا حتى الاخير واضح ان فتوح هو طبعا مستواه يعني عالي جدا، مستواه عالي جدا، وهو مع الزمالك حتى مستواه عالي، من افضل لعيبه امبارح على فكره، من افضل لعيبه امبارح، ومستواه ثابت يعني. فتوح للامانه مستواه ثابت جدا، هو فارض نفسه يعني بمستواه بتركيزه في الفتره الاخيره دي، هو فارض نفسه، صعب ان كروش يعمل فيها. سواء ايمن اشرف انا قناعاتي ان هو واخده كمساك، واتقالت له معلومه او هو عنده معلومه ان الراجل ده بيجيد في المكان ده. خباك لما انت بتبعد عندك على الدكه لعيب احتياطي في البدله بيجيد في كذا مكان، ده بيريح المدير الفني، بيقدر بيديله حريه اكتر. زي احمد فتحي؟ زي احمد فتحي، بس انا متحفظ على تواجد احمد فتحي. احمد فتحي لعيب كبير جدا وقامه، وانا مستشار شخص بحبه جدا، وقدم للكره المصريه كتير قوي، عمل كل حاجه، عمل كل حاجه. بس هو ده انا شايف ان هو يعني برضه تواجده مش الوقت ده يعني انت موجود في التوقيت ده، في ناس كانت ممكن تكون موجوده افضل في التوقيت ده، لازم يكون عندك اختيارات افضل في تجدد. وبعدين انت بتروح للعيبه الكبار في السن، انت المفروض بتنزل بالاعمار. هي الكوره بالعطاء داخل الملعب وكده، لكن عطاء احمد فتحي مش ده اللي احمد فتحي بتاع من 4 سنين أو 5 سنين عشان يكون متواجد لحد دلوقتي في المكان دوت. كنت خد احمد سيد زيزو، ما هو لعب باك رايت برضه على فكره، يعني مش مشكله على فكره لما انت بالضبط. يعني احمد سيد زيزو حتى لما امبارح انت يعني عشان تهاجم خلاص انت ما عندكش حاجه تبكي عليها، امبارح انت لعبت زيزو باك رايت، اجاد في المركز ده ما كانش سيء يعني برضه، اللي هو حتى تكمله لا انا لو عن نفسي ما احبش ان احمد زيزو يبقى يصنف باك يمين، يعني مش هيصنف، هيقل كتير من قدراته. انا متفق مع ده تماما، ولكن انت لو احتاجته في المركز ده بتلاقيه. لكن كيروش واضح ان هو قناعاته في مركز الباك رايت، هو عايز حد اكثر خبره، عايز حد اكثر
قدرات دفاعية شايف ان هو ممكن ما يبقاش زيزو في الحتة دي؟ هو انا جالي دلوقتي معلومة انه الونش مش هيلعب الماتش الجاي اساسا لانه واخد انذارين. من اساسه طب هو مش هيلعب يعني اساسا، يعني هو الماتش اللي بعديه هيلعب الماتش اللي بعده قصة تانية، لكن هو الماتش اللي جاي مش هيلعب، واخد انذارين، يبقى هيبقى ايمن اشرف هيبتدي برضه اشرف. خلاص هو ايمن اشرف موجود موجود بس كده ضمن خلاص يعني مش هيتحط بقى هو موجود. طيب تعالوا خلاص وقتنا قرب يعني ينتهي، فتعالوا نروح لسؤال بيتراءى عند كل زملكاوي، هو في حاجه بين اتحاد الكوره وشيكابالا؟ زعلان منه يعني الغضب مش هيهدى ولا هيهدى ومش هيروح يقدم الطعن بتاعه دوت؟ اتحاد الكرة يعني هو اتحاد الكرة بيعتمد وجهة نظر الشخصية دلوقتي على المواعيد القانونية، ولسه عنده مواعيد قانونية قدم فيها الطعن بتاعه. أصبر يعني؟ أصبر لحد آخر ميعاد وقدم الطعن. أنت شايف أنه هيقدموه؟ اتحاد الكرة أعتقد أنه هيقدمه، أعتقد أو مش هيقدمه. عروستي قال اتحاد كرة. عروستي هو السؤال قال اتحاد كرة، هل في اتحاد كرة اللي هو أنا كلجنة تدير الاتحاد، ولا مثلا لو بعد يومين ثلاثة أربعة قرروا فتح باب الترشح وناس دخلت، فبالتالي الاتحاد ما وردش اتحاد جاي بأن أنا أروح أقدم طعن يعني؟ ممكن يبقى ملفات مؤجلة فعلا يعني. لا لا هو ممكن يبص ملف مؤجل، بس هو عنده مواعيد قانونية نتكلم يعني الموضوع هو موضوع خلاص شائك. 30 نوفمبر لو ما بعتش يبقى من حق شيكابالا يشارك، هو موضوع شائك تمام. واتحاد الكره عنده الدعوه للجمعيه العموميه بتاعه الانتخابات لحد اخر ديسمبر وفقا للتعديل بتاع القانون اللي اتعمل، هيدعو مش هيدعو دي قصه تانية تمام. لكن انا اعتقد ان هو في اخر وقت، ما انا ممكن ادعو يوم 15 افتح باب الدعوه الانتخابات يوم 15 وافتح باب الترشح يوم 1 والانتخابات تبقى في 5 يناير. ما انا بقول لك يعني هو عنده فرصه لسه في الدعوه، لكن اتحاد الكره هاي اللي انا وجهه نظر الشخصيه انا ما اعرفش هم بيفكروا ازاي، لان صعب انت تتكهن هم ايه القرار اللي هياخدوه. هيقدم طعن عشان يكسب وقت بالطعن دوت ويستمر الايقاف لاطول فتره ممكنه تمام، فبالتالي هو حقق العقوبه اللي هم عايزين ينفذوها وحققوها بشكل قانوني واستهلكوا فيه الاجراءات القانونيه. عشان كده اتحاد الكوره ما بيردش، ما بيردش. انا اعتقد على اعتبار ان انا خلاص يعني هقدم طعن، ولما اقدم طعن يوم هقدم طعن يوم 30 او 29 ما تحدد له جلسه والجلسه تتنظر وتعمل، هاخد لي شهر فيها كمان، يبقى اذا انا وقفتش كمان كام شهر؟ أربعة أشهر كده. أربعة أشهر لما أجي أخسر القضية في مركز التسوية والتحكيم هروح جاي مطلع قرار. أنا خسرتها. لا يعني أجي أخسر الطعن يعني. الطعن لما أجي أخسر الطعن هروح جاي مطلع قرار العفو عن شيكابالا واكتفاء بعقوبة الأربعة أشهر. هو السؤال أنا أطعن على حكم بيقول إن أنت ما حققتش مع اللعب؟ ده القانون بيقول كده من أيوه مش قصدي يعني منطقية إيه المبدأ في الموضوع في يعني. إن أنا أروح أقول أنا بطعن على القرار اللي أنت خدته لأن أنا ما حققتش مع اللاعب؟ أنا شايفه طب أنا ما حققتش في اللعب فعلا، انا شايفه مذنب من غير تحقيق يعني. ده هو المبدا كده. ده مبدا تاني ان انا راح اطعن على حاجه انا ما عملتهاش تمام، بس القانون بيقول لا انا متاكد ان انا ما عملتهاش بس القانون بيديني حق ورفضت إن كمان ادي ورقه تقول ان انا ما عملتها او ما عملتهاش. ادام القانون بيديني حق بدوت انا هستخدم حقي وعطل عشان اخد اكبر فتره ممكنه يبقى انا نفذت اللي انا عايزه. ممكن بقى الطعن بقى اقدم انا فيه مستندات تانيه اعمل فيه اي حاجه، دي حاجه ترجع لاتحاد الكوره، لكن اعتقد ان ده التفكير اللي هيمشي عليه اتحاد الكوره عشان يخلي الموضوع قانوني بالنسبه له وان هو ياخد اطول فتره ممكنه. لكن في النهايه يعني احنا شفنا عقوبات كتيره بتصدر على لعيبه وبيتم تخفيفها او تقليلها، يعني ما اعتقد ان ده كله شيء وارد في عالم كره القدم. لا احنا شفنا ما تكون محدد، احنا شفنا مع محمد الشناوي لكن لم نرى مع امام عاشور المصلحه الوطنيه، ولم نرى مع شيكابالا بس، لكن رأي ومع علينا في وسط زحمه محمد الشناوي حطينا محمود وادي عشان يعني ما حدش يزعل يعني عشان نرجع لنفس السؤال. ليه الدنيا قامت في محمد شريف وقفشه وما قامتش في طارق حمدي؟ نفس السؤال بس. طيب دلوقتي انت لو احمد مجاهد انت وامير يعني وعندكم انتخابات يعني المفروض تجرى في خلال الفتره اللي جايه وعندك بطوله افريقيا في يناير، هل تعمل الانتخابات امتى؟ انت الدعوه بتقول ان من حقي ادعو اخر يوم الدعوه 31 ديسمبر وبالتالي اعمل انتخاباتي في شهر فبراير او فبراير. فهل احمد مجاهد يفكر في كده على اعتبار انه التنين مستمر هو المجموعه اللي معاه تمام لما بعد بطوله افريقيا، ولا يقول لك لا يا عم خلص واللي يجي يشيل الشيله هو ويتولى المسؤوليه؟ انت لو احمد مجاهد تبقى فكرك ايه؟
لو تفكيري هعملها في اي وقت. انت احمد مجاهد مش احمد الاحمر. لا ما دي ما انت احمد مجاهد مش احمد الاحمر تعمل ايه؟ الكرسي حلو. الكرسي حلو بس هشيل المسؤوليه في النهايه يا امير. هشيل المسؤوليه في جميع حالاته. هو هشيل المسؤوليه. بص هو احمد مجاهد من وجهه نظري هو قرار واحد صحيح خده حكام مصريين ممكن تاخد وتدي فيها زي ما انت عايز بعض الاخطاء هنا، لكن القرار قرار محترم. انا عايز يعني احنا ممكن ما اتكلمناش عنها وانت يعني كويس قوي اللي انت قلت النقطه ديت. من ايجابيات مباراه القمه امبارح او اهم ايجابيه في مباراه امبارح طاقم الحكام المصري اللي اداروا المباراه. صحيح. لازم نشكر، اكيد مش هنتفق كلنا على كل حاجه، لكن نسبه الاخطاء اللي كانت موجوده او كده حاجه نقدر نقول ان دي بدايه مبشره. صحيح. حاجه كويسه جدا. لازم نشكرهم، لازم نقول كلمه حق في حق الناس اللي حكمت المباراه. النهارده بيتحسب عليك ضربتين جزاء او ثلاث ضربات جزاء. ثلاث ضربات جزاء في مباراه قمه وهو صاحب قرار، حتى استخدامه للفار ما كانش من السلبيات. انا اللي عجبني في الموضوع حاجه واحده، ان ولا ضربه جزاء تراجع عنها قرار بتاخد الفار، يعني معناه ان الاثنين اتفقوا. ودي حاجه كويسه. دي حاجه كويسه. اخر حاجه عندنا يا امير بشكل امين يا امير، الزمالك رايح على فين؟ الزمالك رايح على فين؟ دي يعني حاجة مهمة جدا، لأن أنت بعد أي هزيمة مؤثرة أو حدث كبير بيحصل معاك أنت لازم، أنت اللي في إيدك أن أنت تقدر تقوم تاني، أنت اللي في إيدك موسم طويل، فلو فكرت بالشكل الإيجابي ده هتقدر أن أنت تتدارك الموسم. افتكر كويس جدا أن الموسم اللي فات أنت قابلت الأهلي مرتين، خسرت في مرة وتعادلت في مرة، ولكن في النهاية فزت. صحيح. ما لجأتش المواجهات المباشرة، فلسه الموسم طويل. الزمالك رايح على فين؟ لسه الموسم بدري. لسه مباراة الزمالك خسرها، ده على مستوى الكورة. على مستوى النادي نفسه والأمور اللي بتحصل حاليا في الفترة الحالية، أتمنى من كل قلبي أن يكون في قرار عاقل وحكيم لمصلحة نادي الزمالك. شرفتونا ونورتونا النهاردة، وإن شاء الله نكرر لقاءاتنا، وسعيد بيكم بوجودكم معايا، وطبعا نلتقي غدا إن شاء الله في زملكاوي ويوم جديد، واتمنى أنه يكون يوم سعيد.